توكلنا على الله النهارده هنتكلم في فاينل ريفيجن في الاربيتريشن زي ما قلنا اول ثلاث بارتات مرجعين دكتور لجاوه هم يعتبروا سيكشن 1 في الكتاب فاحنا كده يعتبر معانا من اول سيكشن 2 اللي هو من ورقي ان انتوا ما بتعرضوش بكلمه سيكشن وشابتر انتوا بتتعاملوا بايه؟ بالبارتات تمام كده؟ فاحنا معانا من بارت 4 لغايه بارت ايه؟ 12 بارت 5 4 5 و6 دول المفروض يعتبروا من الميد تيرم او من 7 للاخر دول اللي بعد الميد تيرم يعني دول ليهم الاولويه في الايه؟ في المذاكره تمام؟ ولو هنرتب بالاهميه يبقى نرجع من ورا لقدام يعني لو انت خلاص حاسس ان انت مذاكر وذاكرت وخلصت لما تيجي تراجع راجع المنهج بالعكس من بارت 12 11 10 لان دول الاهم عندي ماشي هنعمل ايه دلوقتي هنحل اسئله مع بعض معانا ام سي كيو 1 هنزل بكره ام سي كيو 2 الحصه دي متصوره فيديو اللي ما حضرش هيتفرج عليها لان في ناس كتير جدا طلبها تمام اهدى يا شباب الحصه هتبقى متصوره فيديو وعادي الناس كلها تتفرج عليها تنزل بس هي بتنزل تاني يوم يعني تنزل بكره بكره بقى هنزل لكم ام سي كيو 2 هنزل فيه اسئله تاني برده جنرال بقى على المنهج كله وهفوكس اكتر على الاجراءات التحكيم في امريكا وفي وفي مصر يعني الدكتور بتاع بكره تبقى مركزه اكتر حاجه على كده اجراءات التحكيم في امريكا واجراءات التحكيم فين في مصر تمام اللي هو بارت 8 و9 اوكي نمسك اول سؤال وبديهي جدا اول سؤال هيبقى من بارت 4 تمام وكل ما نمشي كده شويه هقوم اقول لكم تكتبوا علامه تعرفك انت في بارت كام تقريبا رحبوا يا جماعه معايا بالبروف شادي عصام اسطوره هو انجليزي يلا بينا ال ADR يعني ADR اهم كلمه في المنهج ليه يلا Alternative Dispute Resolution ساعات الناس بتتعامل مع كلمه ADR بمفهوم ضيق اللي هو يفتكر ان ال ADR هو التحكيم بس غلط ال Alternative Dispute Resolution يعني الطرق البديله لحل المنازعات واحنا عندنا طرق بديله كتير منها واهمها واحسنها واسرعها وافضلها هو التحكيم لكن في طرق ثانيه زي مين الميديشن الوساطه تمام وفي كمان طريقه اللي هي تعتبر اسمها الطريقه العرفيه او القضاء الشعبي اللي بنسميه كاستمري ميكانيزم تمام او القضاء الشعبي اللي هو القضاء العرفي لما نروح لشيخ البلد او القريه او الايه او القسيس او شيخ الجامع الطرق العرفيه تمام وكل دي طرق بديله قال لها بديله يبقى ايه الاصل؟ الاصل هو القضاء تمام كده؟ فما تتعاملش مع كلمه اي دي ار على انها تحكيم اي دي ار كلمه اعم واشمل هي بدائل القضاء بدائل يلا القضاء تمام يلا بينا الاي دي ار is gaining more consideration بتحصل على اهميه يلا كبيره او الاهتمام اكبر ها دومستيكلي نرى لما نيجي نحل التشوز اهم طريقه انت بتحل التشوز تحلها وكانها صح وغلط يعني انت قدامك مش تشوز انت قدامك اربعه صح وغلط ماشي يلا بينا هل التحكيم ها بيحصل على اهميه كبيره دومستيكلي محليا اه في مصر من اوائل من ايام التسعينات في 95 بدا التحكيم ايه يبقى مهم بالذات بعد ما مصر انضمت لمنظمه التجاره الايه؟ العالميه، فانت انضميت لمنظمه التجاره العالميه، دلوقتي بيجي لك مستثمرين اجانب، فمعظم المستثمرين الاجانب لما بيجوا عندنا في مصر بيبقوا خايفين من القضاء المصري. خايف ما ممكن مستثمر هيفتح مشروع فممكن يقع في ايه؟ في مشكله مع العمال، مع الحكومه، مع اي حد، فالطبيعي المفروض يلجا للقضاء الايه؟ المصري اللي هو بطيء. وبالتالي اول ما المستثمر الاجنبي بيجي اول حاجه بيدور عليها بيقول لك عندكم ايه؟ عندكم تحكيم؟ ينفع نتفق على التحكيم؟ ينفع نكتب في العقد بتاع الشركه ان لو حصل مشكله نلجا لان التحكيم كله بالايه؟ بالاتفاق تمام؟ يقوم قايلين له اه ولذلك من اهم الحاجات اللي احنا عدلناها في القانون بتاعنا في التسعينات ان احنا لما انضمينا لمنظمه التجاره العالميه بقى عندنا امكانيه التحكيم بقى عندنا امكانيه يلا اما قبل كده ما كانش في تحكيم ماشي؟ طيب هل التحكيم بيحصل على اهتمام محليا؟ اه بيحصل على اهتمام محليا طب ناشونالي طب ما ناشونالي هي اياها دوميستيكلي تمام؟ لوكالي تمشي برضه ولا وورلد وايد؟ ليه وورلد وايد؟ لان التحكيم مش مصر بس اللي بدات تهتم بيه في اخر 20 30 سنه، العالم كله بدا يهتم بيه، فالاجابه الادق هي وورلد وايد، ان التحكيم بقى له اهتمام او العالم كله بقى بيهتم بالتحكيم مش بس ايه؟ مصر، والظاهره دي حصلت في العالم كله بعد منظمه التجاره العالميه، ليه؟ لان كل الدول اللي انضمت للسؤال ده موجود، من الاسئله اللي الدكتور قايلها في المحاضره مش موجود في الكتاب، حطوه في الورق ده ان الفكره هي ايه؟ انا جاي لمستثمر اجنبي، فالمستثمر الاجنبي ده هيجي هيعمل عقد شراكه، هيشغل عمال، هيشغل موظفين، مش ممكن يحصل مشكله؟ هيجي له القضاء ايه؟ العادل، فالمستثمر الاجنبي اللي جاي ده جاي يتكلم في ملايين، مش عايز يقعد في القضاء سنين و20 سنه و30 سنه، عايز ايه؟ ينجز، فساعتها هيقوم كاتبين يلا التحكيم يجي ازاي؟ الاتفاق، فهنكتب بند جوه عقد العقد بتاع الشركه لو حدث اي نزاع او حدث اي مشكله سنلجا
للتحكيم، تمام؟ ولذلك عدلوا القانون المصري في التسعينات وخلوا فيه امكانيه لايه؟ التحكيم. طب ده حصل في مصر ولا في معظم دول العالم؟ لان اصلا معظم دول العالم بقت اعضاء في منظمه التجاره العالميه، فدي توجه عالمي، ده توجه يلا عالمي. الاجابه الادق هي وورلد وايد، تمام؟ خش على رقم 2 يلا. arbitration and mediation، ها؟ التحكيم والوساطه الاثنين يعتبروا original method to solve dispute، هي الطريقه الاصليه لحل المنازعات، صح ولا غلط دي؟ غلط. امال مين الطريقه الاصليه لحل المنازعات؟ غلط، تمام؟ خلاص. امال الميديشن والاربيتريشن يعتبروا ADR، يعني ايه ADR؟ alternative dispute resolution، يعني طرق بديله لحل المنازعات، تمام؟ طب alternative dispute resolution تمشي؟ اه تمشي. طب ordinary litigation؟ لا ما تمشيش. يعني ايه ordinary litigation؟ يعني تقاضي عادي، اللي هو القضاء العادي. طيب abnormal judiciary؟ يعني قضاء غير اعتيادي. هذا المصطلح اصلا مش موجود او ده محطوط عشان يلخبطك. يبقى الاجابه الادق هي تبقى ADR، وعادي جدا يجيب لك ADR بس مش لازم يكتبها لك كامله يعني، تمام؟ يبقى الاجابه تبقى بي. ثلاثه يلا. ده ميدييتور، مين الميدييتور؟ الوسيط. اه يبقى احنا عندنا في الميديشن اللي بيلعب الدور الحكم بيبقى اسمه الميدييتور، في الاربيتريشن بيبقى اسمه اربيتريتور، تمام؟ طيب الميدييتور لما بيجي بين اطراف النزاع في الغالب هو شخص متطوع، بنقول عليه كده بالبلدي جاي يهدي الايه؟ النفوس، تمام كده؟ طيب هل هو بيدي للديسبيوت يعني ايه ريندرز؟ فيرب ريندرز. ده ميدييتور ريندرز، ريندرز يعني جيفز. ريندرز يعني جيف، بيعطي، تمام؟ الميدييتور بيعطي وموجوده في المنهج مش جايبينها من بيتنا، تمام؟ لازم ابقى عارف الفيربس واقرا السؤال كويس واترجمه، تمام؟ الميدييتور ريندرز ذا ديسبيوتد بارتيز، بيدي للديسبيوتد بارتيز ايه؟ بيديهم فاينل ديسيجن؟ غلط، ما بيديهمش حكم نهائي، تمام؟ بيديهم اوورد. يعني ايه اوورد؟ حكم، بس الحكم بتاع مين؟ تحكيم، تمام؟ طيب obligatory judgment حكم ملزم ولا بيديهم suggestion؟ لان هو راي وراي استشاري، يعني راي غير ملزم، راي غير يلا. ممكن بقى اطراف النزاع ياخدوا بكلامه او ما ياخدوش. طب لو واحد رفض الاقتراح بتاعه ما يمشيش، لازم الاثنين يوافقوا على ايه؟ على الاقتراح بتاعه، تمام؟ يعني جه وسيط وقال يا جماعه اقسموا الارض، من شكل حته الارض قال اقسموها، وافقنا يبقى خلاص اتقسم. طب لو ما وافقناش واحد بس رفض يبقى الاقتراح غير ملزم، تمام كده؟ لكن ممكن الاقتراح يتنفذ لو الاثنين وافقوا، لازم الطرفين يوافقوا، ماشي؟ يبقى راي الوسيط استشاري ولا ملزم؟ استشاري مش ملزم يعني، تمام؟ خش على بعضه. بيقول لك the AADR appeared in USA early 1970s. وهنا احنا عرفنا ان التحكيم موجود منذ قديم الازل، من ايام شيخ القبيله ومن ايام فتره الدين زي ما درسته في التاريخ، تمام كده؟ ورجال الدين والكلام ده كله موجود قوي، الطرق البديله موجوده من زمان، الطرق العرفيه موجوده من زمان. ولكن كانت موجوده من زمان وعملنا لها اعاده احياء، تمام؟ فظهر التحكيم الحديث بشكل الحديث امتى؟ في السبعينات فين؟ في امريكا. والعالم كله حصله بقى تدريجي لما امريكا بتعمل حاجه كله بايه؟ بيقلد لغايه ما جينا للتسعينات ومعظم دول العالم بقت بتطبق فكره الايه؟ التحكيم الحديث بشكل الحديث، تمام؟ يبقى لما يجي يقول لك هنا تمام؟ The AADR appeared in USA. The Royal Court المحاكم الملكيه. ايه المحاكم الملكيه دي؟ دي اللي كانت ظهرت فين؟ في انجلترا، تمام؟ ودي حاجه قديمه جدا. ولا تراديشنال طريقه قديمه؟ احنا بنتكلم في السبعينات، يعني بنتكلم في حاجه ايه؟ حديثه نسبيا، حاجه قريبه، تمام؟ ولا contemporary، يعني ايه contemporary؟ معاصر، modern، بالظبط كده، modern. ولا all of the above؟ ما تنفعش تبقى all of the above لان معانيهم مختلفه، فانا لازم استبعد all of the ايه؟ the above. يبقى الاجابه هتبقى contemporary اللي هي تعتبر بتساوي كلمه modern، تمام؟ نكمل؟ نخش على السؤال الخامس. وانا بذاكر تحكيم ايه المطلوب مني؟ تمام؟ مطلوب منك شويه اساسيات كده، خلاص؟ اول اساس انك تبقى عارف الكلمه والبديل ايه؟ بتاعها، ده مهم جدا، تمام؟ اللي هي زي كلمه contemporary هي كلمه يلا؟ modern. تاني حاجه وانا ماشي بذاكر التعريفات، يعني اي تعريف بقابله بذاكره، تعريف الاربيتريشن، تعريف الميديشن، تعريفات مهمه جدا، تمام؟ تالت حاجه ويمكن دي اهم حاجه في المنهج، يعني بقولها تالت حاجه بس هي تعتبر اهم حاجه في المنهج. الاجراءات والمواعيد والمدد، يعني ايه مثلا يقول لك ايه؟ هيحصل كذا 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 في خلال 15 يوم، هيحصل كذا في خلال 30 يوم. لو نسينا نتفق على ميعاد الحكم، يعني احنا مثلا قلنا لازم المحكم يطلع لنا الحكم ست شهور، ينفع؟ لو اتفقنا يبقى لازم يخلص ست شهور. المحكم لازم يطلع الحكم في مثلا 8 شهور، لو اطراف النزاع اتفقوا يبقى لازم يخلص في كام؟ طب نسوا 12، تمام؟ المدد دي مهمه جدا 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 جدا، هي اهم حاجه اصلا في المنهج. المدد والمواعيد والاجراءات، ماشي؟ ارقام المواد مهمه، وارقام المواد في المنهج لو لميناها كلها، والمفروض الطبيعي ارقام المواد ما تبقاش حفظ،
خلاص. بس في دكاتره بتحب وبتهتم بارقام المواد، حفظ وقت تذاكر، حفظ وقت تذاكر، وبيجيبها في امتحانات وجابها قبل كده خلاص. هما كام ماده بقى كلهم على بعض ما يكملوش 10 مواد، فمش قصه. وتربط الماده بالموضوع بتاعها، يعني الماده دي بتقول ايه، الماده دي بتتكلم في ايه. ماشي طيب نكمل، يلا بينا. طيب بعد كده احنا في سؤال رقم كام؟ يلا 5. تمام، وقلنا الاسئله ماشيه بالترتيب، حليت السؤال صح يبقى انت كمان تفاءل، حليت السؤال غلط يبقى دي الحته اللي ايه هتتذاكر، وبنشرح واحنا ماشيين. ماشي يلا. بيقول لك ده popular justice، يعني popular justice قضاء الشعب، ليه اسم تاني اللي هو اسمه customary mechanism، لانه بيطبق الايه العرف. يلا نطلع تشابهات مختلفات. تمام، الطريقه الشعبيه هل هي الاساس ولا بديل؟ بديل، بديل للقضاء. يعني انا عندي بديل التحكيم، عندي بديل الميديشن، عندي بديل يلا القضاء الايه الشعب. تمام، طيب القضاء الشعبي بنلجا لمين؟ من اسمه قضاء شعبي. هو كلمه قضاء هنا ما تلخبطكش، قضاء انا مش رايح للقضاء العادي، رايح للقضاء يلا شعب، واحد مننا شبهنا، بس حد احنا نبسط فيه، ها كبير البلد، شيخ القبيله، شيخ الشارع، شيخ الجامع، القسيس، ها فاحنا رايحين لحد احنا بنثق فيه، واحنا الاثنين ارتضينا ان هو اللي يحكم ايه ما بيننا، هيطبق قانون ولا هيطبق عرف؟ عرف، دي مهمه جدا، هيطبق عرف مش قانون، كاستم. تمام، طب حكمه لما يجي يحكم في الاخر، احنا بنشكر على شويه بهايم، بنشكر على حته ارض، فقال لك الارض دي بتاعت فلان، او التعويض انت تدفع تعويض لفلان، الحكم بتاعه ملزم ولا مش ملزم؟ ملزم، فاهم كده؟ دي اهم صفات ليه. يلا بينا، ودي الاسئله اللي ممكن تيجي فيها. ذا بوبيولار جاستس يعتبر اربيتريشن؟ ها؟ لا. طب يعتبر ميديشن؟ لا برضه. طب يعتبر اوردينري جاديشري؟ طب ما هو في كلمه جاستس، بس الاوردينري جاديشري دي بتشيل القضاء ايه؟ العادي، ولا هو طريقه عرفيه؟ كاستمري ميكانيزم. يبقى الاجابه هتبقى كاستمري ميكانيزم، ماشي؟ دي الاجابه دي. اللي بعده، ذا مودرن اربيتريشن ابيرد بيكوز اوف، خلاص؟ نصيحه بس عايز اقولها لكم، ده ليكوا يعني، وانتوا ماشيين هتعملوا ايه؟ جاوب في الجنب، يعني ما تعملش علامه على السؤال، يعني مثلا هنا رقم 6، رقم 5 اسف، اخترنا ايه؟ كاستمري ايه؟ ميكانيزم. تعالى على اليمين خالص، على اليمين خالص، واكتب حرف الايه؟ الدي. ماشي؟ فانا اعمل ايه بقى لما اجي راجع؟ اقوم مخبي الحته اللي في الجنب دي او تاني الورقه كده، تمام كده؟ وارجع اجاوب تاني عشان اعرف اجاوب تاني. لكن لو انت مجاوب وجيت تجاوب هتبقى انت كده كده عارف الايه؟ الاجابه، فعشان لما تيجي تجاوب تاني تبقى بتختبر نفسك لمره تانية. فيفضل تكتب الاجابه في الجنب في شكل حرف، ولما تيجي تراجع تدني الورقه كده تخبي الايه؟ الاجابات وترجع تجاوب تاني. ماشي؟ براحتك، مش عايز تعمل كده ما تعملش. المهم نرجع لموضوعنا. وقفنا عند السؤال الثالث صح؟ يلا. The modern arbitration appear because of يلا factors، بسبب عوامل، يعني التحكيم الحديث، لان احنا قلنا التحكيم كان موجود من زمان ولكن ظهر بشكل حديث فين؟ في السبعينات فين؟ في امريكا، صح كده؟ طيب في عوامل ادت الى ظهوره، تمام؟ الفاكتورز باي ذا اوردينري جوديشري، مش التحكيم بديل؟ فالاصل فيه عيوب، يعني ليه التحكيم ظهر والبدائل ظهرت؟ لان الاصل فيه ايه؟ عيوب، فبسبب العيوب بتاعت القضاء ظهر مين؟ البديل اللي هو التحكيم، تمام؟ هل بقى بسبب الكوست بتاع الجوديشري تمشي؟ لان القضاء العادي مكلف ولا مش مكلف؟ مكلف ايه؟ الاجراءات الرسوم نفسها رخيصه، لكن مكلف لان القضيه بتقعد كتير، ده المقصود بالتكليف، ماشي؟ او التكلفه. طيب هل القضاء العادي فيه ديلي؟ فيه ديلي، يبقى تمشي برضه. ولا بسبب عدم كفاءه القضاء؟ برضه القضاء غير كفء، يبقى الاسباب كلها تمشي، يعني التحكيم ظهر عشان القضاء العادي مكلف، القضاء العادي بيتاخر، القضاء العادي غير كفء، يبقى الاجابه ايه يلا؟ اورد ذا اباف، تمام؟ السؤال 7 يلا. من هنا تمام، من اول هنا السؤال ده هيجاوبه الولاد، وبعد كده هيمشي سؤال ولاد وسؤال بنات، ماشي؟ عشان الحصه تبقى ايه احسن شويه كده. يلا الرجاله. كرنتلي حاليا ناو، اخد بالي من السؤال لان ساعات بيبقى في فرق ما بين زمان ويلا دلوقتي، انا فين؟ اسالني امتى، تمام؟ كرنتلي حاليا افري وير، في كل حته، يعني يقصد يقول عالميا او في كل حته في العالم، تمام؟ ان ذا وورلد ذير از اي، في اي تو ريفايف، لاعاده احياء حاجة ميكانيزم، حاجة يلا لطرق معينة، تمام؟ فده سؤال بيبقى سؤال مركب، يعني عندي إجابتين، أجاوبه إزاي؟ هتحاول تجاوب الاثنين في نفس الوقت ممكن تغلط، فأنا بعمل إيه؟ بركز على الحتة الأولانية، بعمل يلا بركز على الحتة الأولانية بس، واعتبر النقط التانية دي مالها؟ مش موجودة أصلاً، ماشي؟ يلا بينا. ونبص بالإجابات على الاثنين ولا على أول صف بس؟ بالظبط، كأني بجاوب سؤال واحد، يلا عالمياً دلوقتي في ايه؟ موجة صغيرة سمول ويف، يعني موجة حركة توجه، ماشي؟ موجة صغيرة سمول ويف، ولا نيو ويف، ولا موجة جديدة وموجة حديثة،
ولا نيو ويف ولا نون اوف ذا اباف؟ خلاص طالما نيو ويف يبقى الاجابه، يبقى احنا استبعدنا رقم واحد صح؟ استبعدنا رقم ايه؟ يبقى ناقص لي بي وايه؟ وسي. تمام كده؟ طب انا مش عارف انهي بقى الاجابه، ما هو نيو ويف صح وانا عندي مرتين نيو ويف. ابدا ابص على النقط الايه؟ الثانيه. تمام؟ الاجابه هتبقى يا بي يا سي. يلا نيو ويف لايه؟ موجه جديده تو ريفايف. يعني ايه ريفايف؟ اعاده احياء. وطالما هعيد احياء يبقى يعني بحاول اجدد، وطالما هعيد احياء الكلمه نفسها الفيرب نفسه بيضمن ان هتعيد احياء، يبقى عيد احياء حاجه ايه؟ قديمه. تمام؟ يبقى ريفايف ايه بقى؟ كونتمبرري، هتعيد احياء حاجه حديثه؟ لا انا بعيد احياء حاجه ايه؟ قديمه. يبقى الاجابه هتكون يلا نيو ويف عشان اعيد احياء الطرق القديمه اللي كانت موجوده من زمان بس بنعيد ايه؟ احياء. يبقى الاجابه هتبقى سي. يبقى هي موجه جديده، موجه جديده باعاده احياء الطرق الايه؟ القديمه تراديشنال. تمام؟ الاجابه هتبقى سي. يلا ثمانيه بنات. Many disputes can be resolved، العديد من المنازعات تمام؟ can be resolved efficiently. يعني ايه efficiently؟ بكفاءة. الكفاءة دايما بتشير لايه؟ السرعة، العدالة بسرعة، الحكم السريع تمام؟ efficiently and satisfactorily، ها وبإرضاء تمام؟ يعني تبقى مرضي كده ومبسوط ان في حاجة كفاءة، خدت حاجة بسرعة تمام؟ من خلال يلا through، through يلا بنات ها. Ordinary courts؟ لا. ولا mediation؟ المديشن اصلا ما بيحلكش النزاع، ده بيديك ايه؟ اختراع. تمام؟ ولا الاربيتريشن؟ يبقى الاربيتريشن هي اللي جابها الله. تمام؟ ولا انا نمزع باف؟ لا الاربيتريشن موجوده، الاجابه موجوده. تمام؟ يبقى الاجابه هتبقى سي. اللي بعده تسعه. ايه از انفورمال بروسيس ان فورمال؟ ركز كويس قوي انت بتقرا. فورمال ولا ان فورمال؟ وممكن ساعات يجيبها لك بصيغه ثانيه، مور فورمال وليس فورمال. يعني ممكن عشان يعبر عن كلمه انفورمال موجودة في الكتاب وموجودة في المحاضرة، بدل ما يقول انفورمال اللي هي غير رسمي يعني أقل إيه؟ رسمية أو أقل في الشكليات، ماشي؟ فبيجي هنا يقول لك إيه؟ إز انفورمال بروسيس وبتعتبر كونسيدر إي دي آر. يبقى تعالى نطلع الكي ووردز برضه بالطريقة الذكية اللي أنا بجاوب، أطلع الكي ووردز الكلمات المهمة في السؤال نفسه. أنا كده بدور على إيه؟ بدور على طريقة فورمال ولا انفورمال؟ حاجة أقل رسمية. ثانياً وبتعتبر إيه؟ إي دي آر، بتعتبر بديل، ماشي؟ إيه بقى اللي في الصفات دي؟ البوبيولار جاستس يمشي. اي كل طرق الاي دي ار انفورمال، كل طرق الاي دي ار تعتبر انفورمال. والبوبيلار جاستس يعتبر اي دي ار ولا ما يعتبرش؟ يعتبر اي دي ار. اللي بعده تمام. ميديشن اه انفورمال واي دي ار. اربيتريشن برضه فيه الصفتين، يبقى الاجابه ايه؟ اول اختبار. تمام. اللي بعده يلا. اي از انفورمال يعتبر انفورمال، وكمل ادي اول كي وورد. السؤال العاشر يلا. ايه اللي يعتبر انفورمال بروسيس ان ويتش تو اور مور بيرسونز اجري بيكون في شخصين بيتفقوا تو ليت امبارشال ثيرد بيرسون عشان يخلوا طرف ثالث ماله؟ محايد. تمام؟ ان هو بيشكل بانل او هيئه، يعني هنجيب طرف ثالث او هيئه اللي هي زي هيئه تحكيم كده. ميك فاينل ديسيجن، يبقى علينا على فاينل ديسيجن. تعالى نطلع الكي وورد كده. عندنا في السؤال ثلاث حاجات. اول حاجه ايه؟ ها طريقه فورمال ولا انفورمال؟ انفورمال، يبقى ما ينفعش يبقى قضاء. تمام؟ اثنين الطرفين اتفقوا، الطرفين يلا اتفقوا يبقى في اجريمنت. ثالث صفه في السؤال ايه؟ انه هيدونا فاينل ديسيجن. انا بقى عايز ادور على الصفات دي. تمام؟ يلا هل اللي بيعمل لي كده الميديشن؟ لا. طب ما الميديشن انفورمال بس ما بيدينيش فاينل ديسيجن، يبقى ما بيتمشيش الميديشن. تمام؟ طيب جاريشر القضاء؟ لا. طب ما القضاء بيديني فاينل ديسيجن بس هو مش انفورمال، القضاء يعتبر فورمال. مين في الصفات كامله بقى؟ اربيتريشن. هو اللي انفورمال وبيديني حكم نهائي. فطلع الكي ووردز قبل ما تجاوب، ماشي؟ صفات 11 اللي يعتبر بقى فورمال. فورمال ها فورمال بروسيس، ممكن يقول لك مور فورمال. فورمال بروسيس تو سولف ذا ديسبيوتس بتوين كونسيدرد بارتس، اللي هي حل ايه؟ نزاع ما بين الاطراف المتنازعه. تمام؟ هل ده بابليك ليتيجيشن، التقاضي العام؟ تمشي. ما هو اصلا البابليك ليتيجيشن هو القضاء. امال مين البرايفيت ليتيجيشن؟ تحكيم. تمام؟ يبقى كلمه بابليك، بابليك ليتيجيشن، كلمه بابليك ليتيجيشن هو اصلا ليتيجيشن يعني ايه؟ قضاء. ماشي، بس كلمه ليتيجيشن مش معناها قضاء، كلمه ليتيجيشن معناها تقاضي، في فرق. تقاضي يعني هنحل مشكله، تقاضي يعني هنحل يلا مشكله. لو وصفت التقاضي بانه تقاضي عام يبقى انا كده اقصد مين؟ قضاء العادي. طب لو وصفت يعني هنا ما بقاش معناها الا حاجه واحده بس، التقاضي، التقاضي العام يعني امام القضاء. طب لو قلت برايفيت، برايفيت ليتيجيشن، التقاضي الخاص، التقاضي يلا الخاص.
اه ده قاضي خاص يعني قاضي خصوصي يعني قاضي على مزاجنا احنا اللي مختارينه واحنا اللي مختارين القانون واجب التطبيق واحنا اللي مختارين الاجراءات وهنقضي فين وكل حاجه التحكيم كله بالاتفاق يبقى ده قاضي يعني هنحل المشكله وهيدينا حكم نهائي بس بطريقه خاصه ما بيحضرهاش الاطراف الايه النزاع يبقى كلمه برايفت ليتيجيشن تنفع توصف الميديشن لا كلمه برايفت ليتيجيشن ما بتصفش الا تحكيم خد بالك ماشي يلا اللي بعده وقفنا على السؤال رقم كام؟ 12 يلا رجاله احنا لسه في 11 اصلا ما كملناش الاجابه طيب public litigation مين الطريقه اللي تعتبر رسميه وبتحل النزاع؟ public litigation تمشي؟ رسميه وبتحل النزاع التقاضي العادي judiciary هيها القضاء العادي تمام؟ judicial settlement التسويه القضائيه برضه لان كلهم بيعبروا عن كلمه القضاء الايه؟ العادي الاجابه في رقم 11 هتبقى طبعا تمام؟ 12 يلا البنات is private litigation هل ده الاوردينري كورت غلط احنا لسه قايلين الاوردينري كورت يعتبر ايه بابليك ليتيجيشن ولا جوديشالي ده برضو القضاء العادي ولا اربيتريشن طب تنفع ميديشن لا لان الميديشن ما بيدينيش حل بيديني اقتراح ماشي لو موجوده مش هتنفع يبقى الاجابه هتبقى رقم 12 سي اربيتريشن 13 يلا اربيتريشن از كوندكتد سيكريتلي بطريقه سريه ولا publicly ولا privately ولا none of the above واحدة ناس كتير هتروح تتسوح وتكتب secretly تمام؟ غلط كلمة secretly يعني كأني جاي بكلم واحد كده على جنب بطريقة سرية أما التحكيم is conducted privately وحاولي غلطكم فيها على فكرة في المتر تمام؟ التحكيم privately يعني ايه privately؟ احنا لسه قايلين اهو التحكيم يعتبر تقاضي ايه؟ خاص خصوصي بالظبط يعني لا يحضروا الا اطراف النزاع مين بقى اللي سيكريتلي؟ الميديشن لان الميديتور بيروح يقعد مع ده يقول له ده راجل طيب وجميل يقعد مع الطرف ده ويقعد يطبطب عليه ويروح للتاني يقول له ده راجل طيب وجميل فبيقعد بسريه مع كل واحد لوحده فمين اللي نقدر نوصفه ان هو سري؟ الميديشن مين اللي سري؟ الميديشن تمام؟ طب مين بقى اللي بابليكلي امام العلن والصحابه تحضر وكله يحضر ورول والمحكمه وزحمه؟ القضاء العادي هو البابليك القضاء العادي ولي الله؟ الاسئله دي تيجي الامتحان هو بيحب قوي الحته دي مش معنى ان هو جابها في المترم مش هيجيبها تاني في واحد هيجيبها بس بصيغه ثانيه ماشي فرقنا ما بين الثلاثه جميل جدا يلا 14 جاديشري از كوندكتد ايه طبعا؟ بابليك خلاص لسه مجاوبين 14 ده بقى ايه؟ بابليك خش يلا على 15 arbitration is resolved by مين؟ بالتحكيم مين اللي بيحل؟ يعني مين الحكم يعني مين اللي بيحل ويربط تمام؟ لكن while mediation is resolved by a نقط طيب عندي نقطتين هنا او اجابتين بعمل ايه؟ اخبي واحده واجاوب واحده بس اوعى تجاوب الاثنين في نفس الوقت غالبا هتجاوب تمام؟ يلا بينا 14 public القضاء العادي بيكون عام 14 بتبقى بي يلا 15 الاربيتريشن از ايه ريزولفد فعندي هنا مرتين نقط يلا تعال نجاوب السؤال الاولاني بس ونبص على الاجابات الاولانيه بس هل الاربيتريشن بيعمله ايه ميديتور؟ لا بي ميديتور لا يبقى اللي بيعمله مين؟ اربيتريت التحكيم بيتم من خلال اربيتريتور يبقى الاجابه يا سي يا دي طيب عايز اتاكد بقى من الاجابه بروح للنقط الايه؟ الثانيه اما الميديشن واي الميديشن از ريزولفد باي مين؟ ميديتور يبقى الاجابه هتكون ايه؟ دي اللي هو التحكيم بالمحكم اربيتريتور اما الميديتور باي مين؟ الميديشن مين اللي بيعمله؟ وصيف اللي هو الميديتور تمام؟ 16 يلا ذا ايجيبشن لو هاز اورجنايزد احنا عندنا بدائل كتير للقضاء صح؟ مين يلا يرسمهم لي اهمهم واصرحهم واحسنهم هو تحكيم طب الميديشن تمشي بديل لو القضاء الايه؟ الشعبي او الطرق العفويه هنا عندنا اهو ثلاث بدائل عندنا بدائل كتير تمام؟ ولكن القانون المصري لم ينظم وما جابش سيره الا مين؟ تحكيم يعني ما اتكلمش على كل البدائل دي اتكلم على التحكيم بس منظم التحكيم لان كتير جدا بننسى نتفق على حاجات فبنرجع للايه؟ للتحكيم مش التحكيم كله بالاتفاق لو نسينا نتفق على حاجه بنرجع لمين؟ للقانون فالقانون ما نظمش الا التحكيم تمام؟ من حيث البدائل يعني يبقى اذا ذا ايجيبشن لو هاز اورجنايزد بوبيلار جاستس اتكلم على القضاء الشعبي لا ده طريقه عرفيه ماشيه كده في الفلاحين وفي المناطق الريفيه في المناطق اللي بتحب الطريقه دي فيها عرف وفهم وفيها اصول وايه ومبادئ ايه ميديشن بديل ولا مش بديل؟ بس القانون المصري ما جابش سر ماشي ولا اتكلم على التحكيم ولا اولف ذا اباف ممكن واحد يروح يقول لك اولف ذا اباف بسبب ان كلهم ايه؟ كلهم بدايل كلهم بدايل بس القانون المصري ما اتكلمش الا على التحكيم تمام؟ يبقى عندنا هنا ايه؟ اربيتريشن اللي بعده يلا 17 از افولانتير بيرسون
هو شخص في الغالب بنختاره متطوع ولا بنختاره هنا متطوع، يبقى فولنتير دي يعني متطوع. تمام. تحكيم احنا لازم نختار محاكم بيكون واحد او ثلاثة او خمسة بيكون رقم فردي. تمام. لكن في الغالب، والوسيط على فكرة ممكن نختاره وسيط، ممكن انا وانت نتفق ان ده يبقى ايه وسيط، لكن دي حالة نادرة. القاعدة العامة في الوساطة ان الوسيط بيكون شخص متبرع، شخص متطوع، هو اللي جاي من نفسه يهدي ايه النفوس، عشان كده بيقعد مع ده لوحده ويقعد مع ده ايه لوحده. تمام. يبقى مين اللي بيكون متطوع؟ الجادج؟ لا طبعا، اللي متعين من الدوله. انت واحد بيرفع قضيه والتاني بيجي يدافع عن نفسه، ده القاضي مش متطوع. تمام. اربيتريتور المحكم؟ لا، ده شخص اللي بالاتفاق. ولا الميديتور؟ الوسيط هو المتطوع. تمام. برضه من الحاجات مش موجوده في الكتاب والدكتور قايلها في المحاضره. تمام. يبقى 17 ميديتور سي. 18 يلا. The A is a chosen person by agreement between concerned parties. هو شخص تم اختياره. Chosen person. A judge. انت بتختار القاضي؟ لا باشا، انت بتروح للمحكمة المختصة بتلاقي القاضي مستنيك. مش انت اللي اخترته، يبقى ما تنفعش القاضي. Arbitrator؟ اه. ولا mediator؟ احنا سائلين mediator ماله؟ متطور. يبقى الإجابة الأدق هتبقى إيه؟ Arbitrator. احنا اللي بنختاره. تمام؟ يلا 19. Business disputes. منازعات التجارة والمنازعات التجارية. are better to resolve it، هي احسن هي تتحل من خلال القضاء. لا ليه؟ لان المنازعات التجاريه بتتسم بالايه؟ السرعه. انا عايز حل سريع. تمام. يبقى القضاء ما ينفعنيش. اه في قضاء تجاري، في منازعات تجاريه بتتحل امام القضاء بس بتاخد وقت كتير. احنا بنقول الافضل تتحل فين؟ تمام. ولا بالميديشن؟ لا ليه؟ لان الميديشن اصلا مش هيدي لك حل ملزم، دي اقتراح، يبقى المشكله ما اتحلتش اصلا. تمام. ولا الاربيتريشن؟ اه، لانه حل سريع وحل ايه؟ ملزم. تمام. 20. arbitration is a court trial same، يعني انا كده بقارن، بعمل مقارنه. الاربيتريشن في جنب في كفه، والناحيه الثانيه في كورت ايه ترايل. التحكيم والقضاء العادي، التحكيم والقضاء يلا كورت ترايل، هنا بتعبر عن القضاء العادي. هل التحكيم هو يلا نجيب الاجابات ونجاوب كانوا صح وغلط same formal as، يعني الاثنين بنفس الرسميه؟ طيب التحكيم بي more formal than، اكثر رسميه ولا less formal؟ طب اخر واحده equal formality، برضه مش equal. يبقى الاجابه هتبقى ان التحكيم less formal، اقل في الرسميه. ممكن يجيب لك سؤال بصيغه ثانيه informal، زي يلا ان، يبقى التحكيم بنصفه بان هو less formal، اقل في الرسميات والشكليات، او ان formal. يعني كلمه informal، وركز عشان الحته دي مهمه، كلمه informal مش معناها ان التحكيم زيرو في الرسميات. في اجراءات وفي قانون، ولو نسينا على حاجه في سيستم ماشيين عليه مش هبلول يعني، بس هو اقل. المقصود بكلمه انفورمال مش ان هو انعدام الرسميه، لا، ان الاجراءات فيه اخف والاجراءات فيه اسرع والموضوع فيه اسهل. والمثال اللي قدامي قلت لك، انت قدام القاضي كمحامي لازم تقعد بالروب. طب وانا اللي هتكلم ولا الروب؟ هو الورق اللي هيثبت ولا الروب؟ فورمال. تمام، فورمال، قضاء فورمال. لكن في التحكيم عادي ممكن تتقابل باي لبس وفي اي مكان حسب احنا متفقين. ماشي. يبقى ليس فورمال ده. يلا، ده ميديتور رول. دور الميديتور، مين الميديتور؟ وسيط. تمام. بايندينج ملزم ولا اوبليجاتوري ملزم ولا ادفايسوري؟ اه، راي مستشاري. ولا ايشوينج اوورد؟ لا. مين اللي بيشو اوورد؟ ينفع اقول ايشوينج اوورد على القاضي؟ لا لا، غلط. كلمه اوورد لا تصف حكم القضاء العادي. كلمه اوورد معناها حكم صادر منين؟ تحكيم. ماشي. فاذا لما نيجي نقول الميديتور، رايه راي ايه؟ ادفايسوري. راي يلا ادفايسوري. ماشي، استشاري. which of the following، which يلا of the following، مين اللي من التالي يعتبر is considered as an advantage of arbitration، يعتبر من مميزات الايه؟ التحكيم. لا، advantage و arbitration. قبل ما اروح ادور على الاجابات بطلع الكي وورد. يلا طلع الكي وورد. which of the following، انا بدور في التالي اللي يعتبر considered يلا advantage، يبقى اول كلمه الكي وورد هي ايه؟ advantage. ها advantage بتاعك ايه بقى؟ ها of arbitration. انا بدور على مميزات التحكيم. تمام. يلا بينا. السرعه من مميزات التحكيم ولا مش مميزات التحكيم؟ تمشي. efficiency كفاءه، اللي هي الحكم السريع، تمشي. economy يوفر. خد بالك الفلوس والاجراءات بتاعه التحكيم ساعات بتبقى غاليه. قال لا، امال بيصفوا لي بان هو economy، لان time saved is money saved، فانت بتنجز بسرعه، فده المقصود ان هو بيجيب لك حقك بسرعه، فبيوفر لك فلوس بدل ما تقعد 10 سنين فين؟ في المحاكم. يبقى كل الاجابات تمشي بالاجابه تبقى ايه؟ اول ده. تمام. يلا 23. appeals يعني appeals، استئنافات. تمام. lead to، ها انت خلاص طلعت حكم ونهائي ومفروض هتنفذ، لقيت الراجل بايه؟ بيستأنف. واحنا قلنا الاستئناف يعتبر ثاني درجه من التقاضي، فتعتبر ترجع الشريك من اول، من كل الشهود ثاني. محكمه الاستئناف بتنظر في حاجتين، اللي هم يلا ما
موضوع الدعوه الغير وقائع وايه كمان والقانون ماشي، يعني كانك بتعيد المحاكمه من اول ودين. هل ده بقى هينجز ولا هيعطل؟ هو بيحقق نوع من انواع العدل، وبيحقق نوع من انواع ان انت تبقى ضامن ان الحكم ده سليم ونأكد تاني على الحكم، لكنه بطيء يعطل بطيء ماشي. يبقى هل الابيلز بيؤدي الى فاستر ريزولوشن، حكم سريع؟ طيب سبيد بيؤدي للسرعه؟ طب ولا بيؤدي للديلاي؟ تمشي. ولا بيؤدي للافشنسي؟ لا برضه. يبقى الاجابه تبقى ديلاي. تمام. ابيلز ار ديزايند. طيب الاستئناف كده معناه ان كله عيوب ولا الاستئناف ليه مميزات وليه عيوب؟ عيب الاستئناف انه بيخلي القضيه تبقى ايه؟ بطيء. نرجع تاني نعيد من الاول. اما ميزته ان لو عدنا تاني من الاول ما ممكن يكون الحكم الاولاني غلط، او يجي المحكمة الاستئناف تاكد نفس الحكم الاول، فنبقى متاكدين احنا ماشيين صح ولا غلط. يبقى من مميزات الاستئناف انه بياكد على الايه؟ العداله. تمام. يبقى لو جينا نقول ان appeals are designed، الهدف الرئيسي من appeals to focus on، عشان يركز على تمام السبيد، ده هو بيخلي الدنيا بطيئه. efficiency لا، economy بيوفر لا، ده هيستهلك وقت. ولا justice، justice يبقى دي ميزه الاستئناف انه بيحقق العدل وان كان بطيء. تمام. يلا ده arbitrator is، المحكم is، is a person impartial، هل هو محايد؟ اه طبعا لازم يكون محايد لانه بيلعب دور القاضي. تمام. ولا neutral، ونيوترال برضه بتصب بمعنى محايد، الاثنين بنفس المعنى. تمام. ولا independent، مستقل؟ اه هو لازم يكون محايد ومستقل، ونيوترال هي ايه؟ impartial. تمام. يبقى الاجابه اول اوف ذا ايه؟ طبعا لما سالك في الامتحان خلاص هو بيكون في صفه ولا صفتين ولا ثلاثه، كانت هي دي المقصوده ماشي؟ هي دي المقصوده. اه عشان لسه في ناس لغايه النهارده مش عارفين هم الثلاث حاجات. خلاص؟ هي دي. تمام؟ لازم المحكم، وعلى فكره نفس الصفات لازم تكون موجوده في القاضي. ماشي؟ وناخد بالنا من حاجتين. هم اصلا يعتبروا صفتين. عشان نبقى لغويا تمام؟ اه هم صفتين، لان impartial هي اياها نيوترال. محايد. بس هو شايف ان هم ثلاثه. خلاص؟ يبقى احنا هنمشي على دماغ الدكتور. خلاص؟ يبقى هل القضاء، خد بالك الثلاث صفات لازم يكونوا موجودين في المحكم، والثلاث صفات لازم يكونوا موجودين فين؟ ممكن يرجع يسالك نفس السؤال تاني، بس بدل ما يساله لك على المحكم يساله لك على القاضي. ماشي؟ وجايب لك السؤال برضه موجود. تمام؟ اه انهم من الناس، كل دكتور وليه دماغه. تمام؟ هو من الناس اللي بتحب ساعات تعيد سؤال من ميد. ماشي؟ يلا نكمل. اكد تاني، السؤال 25 ده جاي بنسبه كبيره تاني في الفاينل. ماشي؟ وهم دول الثلاث حاجات اللي هو يقصدهم. لازم يكون محايد impartial، neutral محايد. تمام. وindependent يعني ايه؟ مستقل. ماشي. يلا 26. arbitration is a court trial، is a court trial. يبقى هنا بيعمل ايه؟ يلا comparison، لان arbitration حاجه والcourt trial دي بتاعت القضاء العادي. تمام. او القضاء العادي. الarbitration is a، is faster than، هو اسرع من القضاء العادي. تمشي. ما ينفعش بقى اقوم اعلم عليها وطالع عادي، ده تخلف. لازم ابص على الاربع اجابات، لان ممكن يكون في اول اوف ذا باب او نون اوف ذا باب. ماشي؟ ماشي. التحكيم اسرع، فاستر ثاني الكورت. طيب مور افيشنت؟ اه تمشي برضه لانه اسرع. ولا مور كونكلوسيف؟ يعني ايه حاسم اكتر؟ هي بتيجي من السرعه، بس مش مقصود كلمه سرعه. سبيد يعني السرعه، افيشنسي يعني السرعه. كلمه اكثر حسما يعني بينجز من مره واحده، يعني درجه تقاضي واحده. ماشي؟ مش دي القاعده العامه؟ ان التحكيم اصلا حكم نهائي ومفيش درجه ثانيه الا اذا اتفقوا على خلاف ذلك. ماشي؟ يبقى الاجابه تبقى اول اب ده اباف. تمام؟ 27 يلا. ذا اي از ا لاين، از ا لاين بوك او ريكورد، هو سجل بيتكتب فيه ان ويتش الذي فيه تو ويت خلاص فور يور داي ان ذا كورت، تعرف دورك كام في المحكمه. كتاب كده تخش في المحكمه تلاقي فيه دورك، اسمه الرول، اسمه يلا الرول، اللي هو ايه بقى بالانجليزي؟ هيرينجز. يعني هيرينجز؟ جلسات. ولا الدوكت؟ دوكت. خلاص ده معنى الرول. ولا كوبي باك؟ يعني ايه كوبي باك؟ دفتر تجاري. تمام. ولا مان اوف ذا اباف؟ يبقى الاجابه تبقى دوكت. السؤال ده مهم، كنت من الاسئله اللي احتمال كبير تيجي في الميد تيرم وما جاش، فوارد جدا ان هو يجي في الايه؟ في الفاينل. ماشي؟ اللي بعده يلا. ان ايه، في ايه ذير از نو دوكت؟ احنا الدوكت موجود فين؟ القضاء العادي. القضاء العادي اخش الاقي 50 قضيه النهارده وانا استنى دوري. تمام؟ مكتوب الدور بتاعي رقم 35 36. في الكورت ترايل ولا جوديشال ولا الاي دي ار؟ الاي دي ار، لان الاي دي ار بيركز على دعوه واحده فما فيش رول. تمام؟ الرول ده يعني 50 60 قضيه هنبص فيهم في المحكمه، فبقى ليك دور. تمام؟ رول بالعربي اسمه الرول.
هو كتاب كده بخش النهارده. انا النهارده معايا ايه بس اول قضيه خش انت الاداره رقم 20 استنى هتنادى عليك. ففي القضاء العادي بيكون في كتاب اسمه الرول. الرول ده بعرف دوري ممكن تروح تقعد تستنى 6 ساعات عقبال ما دوري يجي. ده بيحصل فين؟ يلا في القضاء العادي. اما التحكيم او اي وسيله اي دي ار مفيش رول مفيش دور، هي بتحل قضيه واحده. تمام بعد يلا 29 the main advantages of the arbitration. مميزات التحكيم الاساسيه معايا يلا شباب. مميزات التحكيم الاساسيه بنتكلم عليه في الكي وورد مميزات وتحكيم. تمام از ايه؟ يلا ability to appeal بالعكس ده بيعطل. والتحكيم من مميزاته السرعه. يبقى القاعده العامه المفروض ما فيش استئناف ما تمشيش. دي ديلي فاكتور من مميزات التاخير؟ لا برضه. ولا من مميزات التايم فاكتور؟ خلاص. وركز انا بقول ايه the main advantage ما بقولش advantages. الميزه الاساسيه والرئيسيه اهم ميزه في التحكيم هي عنصر توفير الوقت الانجاز. ماشي يبقى التايم ايه؟ يلا فاكتور. تمام ما تنفعش طبعا اقول الضرب 30 يلا the efficiency of arbitration. efficiency يلا arbitration كفاءه التحكيم. تمام ده بيعمل ايه؟ encourage ولا discourage ولا reject ولا delay؟ انا الاجابه بتاعتها هتكون مرجوله بشكل يلا تمام. بالنسبه للانفستورز للمستثمرين تو كام تو ايجيبت اللي بنسميه الاف دي اي. ايه الاف دي اي ده؟ الفورن دايركت انفستمنت. يجي مستثمر بنفسه يجي معاه ملايين ويعمل عندنا مصنع ويجيب معاه تكنولوجيا بقى ويجيب فرص عمل والكلام ده. ايه اللي هيشجع المستثمر الاجنبي ان هو يجي؟ حاجات كتير جدا. انه يجي يلاقي مناخ كويس، يجي يلاقي ظروف كويسه، ولما يجي يقع في مشكله يعرف ان المشكله دي هتتحل بسرعه. تمام؟ يبقى التحكيم موجود التحكيم وامكانيه التحكيم في مصر وافشنسي اوف اربيتريشن سرعه التحكيم ده يخلي المستثمرين ايه؟ يجوا اكتر ويضمنوا ان هم لو جم هيلاقوا حل سريع. يبقى التحكيم وكفاءه التحكيم بتحبط ولا بتشجع؟ بتشجع المستثمرين ان هم يجوا. طب لو كان عندنا قضاء بس مفيش تحكيم ده يخلي المستثمر يطفش يديسكارج. ماشي؟ يبقى الاجابه تبقى انكارج. الاجابه تبقى يلا encourage. 31 يلا the informality of arbitration القله في الرسميه او الرسميه الاقل بتاع التحكيم leads to ها inflexibility. يعني ايه inflexibility؟ عدم المرونه اللي هي الجمود. تمام يبقى ما تمشيش. ولا rigidity هي امام الجمود. ولا delays تاخير. امال قله الرسميه وقله الشكليات في التحكيم بتؤدي الى ايه؟ سرعه. يبقى الاجابه هتبقى فليك. طب ما كلمه السرعه مش موجوده بس فين الاجابه هنا؟ فليكسبيليتي يس مقصود بيها السرعه. ماشي ممكن تجي لك في شكل سبيد ممكن تجي لك في شكل كلمه ثانيه يلا عايزها تبقى ايه؟ افشنسي. ماشي افشنسي اللي هي الكفاءه. يبقى الهدف الرئيسي من التحكيم اقل في الرسميه واقل في الشكليات هي السرعه والانجاز. ماشي والمرونه يعني. يلا ذا اربيتريشن بانل. يعني ايه اربيتريشن بانل؟ هيئه التحكيم اللي هي مكونه من فرد او من ثلاثه او من خمسه لازم يكون رقم فرد. تمام؟ طيب لو جيت سالتكم سؤال ايه اكتر تشكيل في العالم؟ يعني ايه اكتر تشكيل شائع؟ يعني لما الناس تلجا للتحكيم بيبقوا كام؟ ثلاثة. قلت قبل كده. هو المفروض القاعدة العامة ان عدد المحكمين يكون رقم فرق 1 3 5 7 عشان نعرف نوصل لأغلبية. لكن الرقم الأكثر شيوعا هو ثلاثة وساعات بيبقى واحد. ده ثاني أكتر رقم شائع. لكن أكتر ناس في أي دولة في العالم. طب ما أنا ممكن أخليهم واحد ممكن. ممكن يبقوا خمسة ممكن. بس غالبا معظم الناس بيرتفع ان هم يبقوا ثلاثة. تمام؟ يبقى the arbitration panel can also be called يمكن ايضا تسميتها هيئه التحكيم arbitration forum. تمشي؟ تمشي. arbitration commission. تمشي؟ تمشي. فساعات حتى في وسط الشرح نلاقي كلمه commission بس ما يعرفش يقول لك arbitration commission تلاقي كلمه يلا commission هي مقصود بها هيئه التحكيم. ولا appeal اللي جاب الاستئناف هنا في الموضوع. يبقى الاجابه هتبقى A و B اللي هي الاجابه دي الاجابه الرابعه اللي هي forum تمشي وcommission تمشي. يبقى الاجابه هتبقى D اللي هي A زائد B. تمام؟ رقم 32 الاجابه دي. رقم 33 the number of arbitration panel رقم هيئه التحكيم لازم يكون رقم ايه؟ even number. يعني ايه even number؟ عدد زوجي 2 4 8 وهكذا. ولا odd number؟ طب ولا 4 ولا 2؟ دي ارقام زوجي يبقى الاجابه هتبقى يلا odd number. تمام؟ 34 يلا time saved is ايه saved؟ money saved. وفر وقت يبقى وفرت ايه؟ فلوس. تمام؟ دي money saved. 35 يلا fast track procedure. يعني ايه fast track procedure؟ ان احنا بنتفق اطراف النزاع ان احنا نمشي على اجراءات سريعه. اجراءات يلا سريعه. تمام lead to ده يؤدي الى more cost تكلفه اكتر
طب inefficiency عدم كفاءة ولا يؤدي لكفاءة والسرعة؟ الإجابة هتبقى efficiency. الإجابة سي رقم 35 إجابة سي. In arbitration في التحكيم the parties have the ability. الأطراف عندهم يلا القدرة اختيار. احنا قلنا شعار التحكيم ايه؟ كله بالايه؟ بالحب كله بالاتفاق. طيب يتفقوا على ايه؟ يختاروا ايه؟ ايه الحاجات اللي هم يقدروا يختاروها؟ الله يبارك لك. يقدروا يختاروا كل حاجه. كل حاجه دي يتفقوا على كل حاجه. يختاروا المكان اللي هيقعدوا فيه، عدد الجلسات، مواعيد الجلسات، عدد المحكمين، حتى القانون واجب التطبيق، يطبق القانون المصري يطبق القانون الصيني. يا باشا المشكله بتحصل في مصر، لا عادي التحكيم ده مرونه ان انت ممكن تختار قانون اجنبي، قانون واجب يلا تطبيق بشرط بالايه؟ بالاتفاق. تمام؟ طب يلا يبقى ان اربيتريشن من حق الاطراف ذا ابيليتي تو تشوز فورم، من حقهم يختاروا هيئه التحكيم، ها من حقهم ولا مش حقهم؟ تمشي. من حقهم يختاروا البروسيجرز، من حقهم. تمام؟ من حقهم يختاروا الابليكابل لا، من حقهم تمشي. بالاجابه ايه؟ اول اوف ذا اباف، زي ما انت كنت بتقولي كل حاجه، هم يتفقوا على كل حاجه. طيب في ثلاث حتت مهمين جدا لو نسوا يتفقوا عليهم، لو نسوا يتفقوا عليهم ايه اللي بيحصل؟ هدي ثلاث امثله يلا، وموضوع سؤال جدا. واحد لما تبقى على الميعاد، من حقهم يتفقوا على المكان. باشا انت عندك شركه وانا عندي شركه، واحنا في ما بيننا وما بينك مشكله، خلاص هنأجر قاعه ونتقابل فيها مره كل شهر. يبقى اخترنا مكان، قاعه في المنصور هنتقابل فيها مره كل شهر. يبقى احنا هنا اخترنا الايه؟ مكان. اللوكيشن ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب نسينا نختار اللوكيشن، بنرجع للقانون، هنلاقي القانون بيقول لك من حق هيئه التحكيم لو الاطراف نسوا ما اتفقوش. مين اللي يحدد المكان بتاع الجلسات في هيئه التحكيم؟ هيئه التحكيم هي اللي تقول نتقابل فين. طيب يلا اللغه، هل من حقنا نختار اللغه؟ هنتكلم بالعربي ولا بالانجليزي؟ طبعا ممكن يكون بتنافس مع ده صيني، طب هنتكلم عربي ولا صيني؟ ممكن نقول انجليزي، لغه هو يعرفها ولغه انا ايه؟ اعرفها، فنتفق ان الاجراءات تكون بالانجليزي او نصها بالانجليزي، بس الحكم في الاخر، الحكم في الاخر هيطلع منه نسختين، نسخه صيني ونسخه عربي. ينفع نتفق على كده؟ الاجراءات كلها بالانجليزي وفي الاخر النسخه بتاعت التحكيم الحكم هيطلع منه نسخه عربي عشان انا واحد مصري، ونسخه صيني عشان الراجل الصيني غير شكل معاك، لكن طول الاجراءات كانت بالانجليزي. ينفع نتفق على الكلام ده؟ ينفع. التحكيم مرن لهذه الدرجه. طب نسينا نتفق على اللغه؟ برضه هي التحكيم. الاثنين دول مهمين وموضوع صحيح. يبقى لما بننسى نتفق على اللوكيشن او بننسى نتفق على اللغه، مين اللي بيحدد لنا؟ هي التحكيم. سؤال كمان وسؤال ختمين بيه في اخر المنهج، ويمكن هي اخر معلومه في المنهج تقريبا، اخر بارت في بارت صدور الحكم. اتفقنا ان الحكم في المثال اللي كنت بقوله نسخه منه هتطلع عربي ونسخه منه هتطلع صيني، او هيطلع نسخه واحده بالانجليزي. تمام؟ ماشي؟ هنفترض انه هيطلع منه نسخه واحده بالايه؟ بالانجليزي. اتفقنا على كده الحكم هيطلع بالانجليزي. طيب هل ده في اجراء ناقص؟ لازم اعمل ايه؟ اترجمه واوثقه في المحكمه المصريه المختصه. طب هترجمه فين؟ في مركز الشباب الحبانيه ولا في مكتب معتمد من وزاره العدل؟ جميل؟ المعلومه دي مهمه جدا. جميل. وحط سؤال ما تقلقوش موجود. وقفنا عند رقم كام؟ 37. يلا 37. Arbitration proceedings اللي هي procedures often provide عادة بيقدم أو بيوفر a method of dispute resolution، طريقة لحل المنازعات. الطريقة دي بقى صفاتها التحكيم. ها بيوفر لنا ايه؟ انفليكسبل غير مرنه، خلاص. انفيريور يعني ايه انفيريور؟ يعني حاجه ادنى او حاجه وحشه او حاجه ضعيفه. تمام؟ عكسها بقى سوبيريور ولا ريجيد؟ يبقى انفليكسبل ما تمشيش، انفيريور يعني حاجه ادنى، ريجيد يعني جامد. يبقى الاجابه ايه؟ التحكيم دايما بيديني طريقه ايه؟ اسرع. طب انا مش لاقي كلمه اسرع. احسن افضل، فادور على كلمه احسن افضل، هي كلمه يلا سوبيريور. تمام؟ عكس انفيريور، سوبيريور عكس انفيريور، الاجابه تبقى سوبيريور. سي 38. If the arbitration is not available، غير متاح وغير مسموح بيه، يعني القانون المصري مثلا ما بيسمحش بيه. تمام؟ This will هيعمل ايه في المستثمرين الاجانب؟ هيشجعهم ان هم يجوا ويلبسوا في القضاء البطيء ولا هيحبط الناس؟ هيطفش، معظم المستثمرين هيطفشوا. اول حاجه بيدور عليها المستثمر اول ما يجي ان لو وقع في مشكله تتحل ايه؟ جيت البلد دي قال لك القانون عندكم بيسمح بالتحكيم؟ لا، لا يسمح بالتحكيم. Arbitration is not available. Not يلا؟ ساعتها ده هيعمل ايه في الفورين انفستور، في المستثمر الاجنبي؟ انكارج ولا ديسكارج؟ ديسكارج، هيحبطهم مش هيخليهم يجوا. تمام؟ 39 يلا. جنرالي اربيتريشن اووردز، يعني اووردز؟ حكم محكمه التحكيم. ينفع اصف كلمه اوورد بالحكم العادي، القضاء العادي؟ لا، اوورد بتصف حكم التحكيم. ماشي؟ في الاحكام بتاعه التحكيم ار فاينل،
بايندينج ملزمه، ليجالي انفورسبل قابله للتنفيذ يبقى الاجابه ايه؟ قولوا سبعه. ونقف سنة عند كلمه ليجالي انفورسبل. انا خدت حكم التحكيم من المحكم، هل قابل للتنفيذ الفوري؟ قابل للتنفيذ الفوري، قابل للتنفيذ الفوري، ومش محتاج صيغه تنفيذيه، يعني ينفع انفذه فورا. فمثلا انا وانت بنشجر حته ارض، المحكم حكم ان الارض دي ايه؟ بتاعتي انا. فاخد الحكم بتاع المحكم، هو من خصمه كان حاطط ايده على الارض، هروح معاه اقول له يا باشا الحكم اهو، يا باشا احنا متفقين على التحكيم وانت ارتضيت وانا ارتضيت، ماشي؟ ممكن تسلم الارض، انا مسلم الارض، في مشكله؟ يبقى الحكم هنا ليجالي انفورسبل. طب رفض يسلمني الارض ورفض الانصياع لحكم التحكيم، بعمل ايه؟ بروح للقضاء العادي. انا ما بروحش للقضاء العادي هنا الا لو الخصم رفض تنفيذ الايه؟ الحكم. بروح للقضاء العادي عشان اجيب حاجه اسمها صيغه تنفيذيه، اسمها ايه بقى؟ اكزيكتيف اوردر. اسمها يلا، المصطلح ده مهم جدا، اكزيكتيف اوردر، يعني امر تنفيذي او صيغه تنفيذيه. الحته دي مهمه قوي، حتى الدكاتره الدكتور بيحبها جدا. خلاص، الفيرب نفسه اسمه اكسكيوت، يعني لما تيجي تنطق الفيرب تقول اكسكيوت، بتنطق اكس. لكن لما بنيجي نقول نجيب المشتق بتاعها اللي هو اكزيكتيف تنفيذي، بتنطقها زي اكزامبل، ماشي؟ بتبقى اكزيكتيف اوردر. يعني ايه اكزيكتيف ولا اوردر؟ الاوردر اتاخر حاجه، ها؟ يلا اسمه يلا اكزيكتيف اوردر، تمام؟ يعني امر تنفيذي وصيغه تنفيذيه. يبقى انا ما بلجاش للقضاء العادي عشان يساعدني ويديني صيغه تنفيذيه الا لو الخصم رفض تنفيذ الايه؟ حكم التحكيم. طب سؤال كمان، هل معنى ان انا خلاص اهو نفسي في نفس المثال، انا وانت بنشجر على حته ارض، وانا المحكم حكمني ان الارض دي بتاعتي، جينا ننفذ على طول، الراجل قبل، ما قبلش هروح اجيب صيغه تنفيذيه منين؟ من القضاء العادي. هل ده معناه انه استئناف؟ لا خالص، مش استئناف، انا راح بس اخد تاكيد على ايه؟ على الحكم، صيغه تنفيذيه، واروح بقى اجيب الشرطه ورجال الضبط القضائي بيسموه ضباط تنفيذ الاحكام وخليهم ينفذوا. هو قاعد بقى معاه بلطجيه في الارض ومش راضي يسلم الارض، لا يا باشا انا معايا صيغه تنفيذيه من القضاء العادي وهجيب معايا الشرطه، اعرف اطلع بيها على الشرطه واقول لهم تعالوا ساعدوني ملكوني من ايه؟ الارض، ماشي؟ يلا بينا سؤال، وقلت وارد تاني يجيبه لك في الفاينل، ان نفس الصفات لازم تكون موجوده في المحكم، نفس الصفات تكون موجوده في القاضي، ان القاضي هو بابليك ليتيجيشن، المحكم هو برايفيت ليتيجيشن، فالاثنين تقاضي والاثنين بيديني حكم نهائي ملزم، ماشي؟ جميل. في القضاء طبعا بيكون في قابليه للايه؟ للاستئناف، لكن الاثنين بيديني حكم، ماشي؟ وحكم ملزم. اما في التحكيم مفيش استئناف. كقاعده عامه، يلا. Both of the judge and arbitrator الاثنين have to بمعنى ايه؟ must. have to بمعنى must، يجب. خلاص؟ يجب ان هم يكونوا neutral. يجب ان هم يكونوا impartial. تمام؟ اندبندنت مستقل ولا اول اوف ذا باف؟ ودي اللي تاني الدكتور قاصد بيها الثلاثه دايمنشنز او الثلاث حاجات. ممكن نسميهم 3 دايمنشنز، ممكن نسميهم 3 كونديشنز. الثلاث شروط او الثلاث صفات الاساسيه اللي لازم 3 دايمنشن او 3 كونديشن لازم يكونوا موجودين في مين؟ المحكم، ولازم يكونوا موجودين في مين؟ في القاضي. تمام؟ من اول 39 كده، يعني لغايه 39 ده يعتبر الجزء بتاع الميد تيرم. اللي هو بارت 4 و5 وايه؟ و6. من اول هنا بقى للاخر نبدا نخش من بارت ايه؟ 7 و8 و9. معايا؟ ماشي؟ اعمل علامه هنا كده. عند السؤال رقم 40، من اول 40 نبتدي في الاجزاء اللي بعد الميد تيرم. وساعات في معلومه بتتكرر عادي يعني. يلا 41 means an agreement، بيعني يبقى بيتكلم على ديفينيشن، عشان كده قلنا واحنا بنذاكر لازم نطلع تعريفات. ده اللي بيعني ان هو اتفاق. by the parties من الاطراف to submit to arbitration، هم يخضعوا للايه؟ للتحكيم. all or certain disputes، يعني ما بينهم مشاكل كتير، فهيحلوا كل مشاكلهم او جزء من مشاكلهم، تمام؟ which have arisen or which may be arise، يعني المشاكل اللي حصلت او اللي لسه ممكن تحصل، تمام؟ نكمل لغايه الاخر يلا. in respect of يعتبر defined legal relationship whether contractual or not، يعني سواء المشاكل اللي حصلت ما بيننا دي مشاكل تعاقديه او مشاكل غير تعاقديه، يعني انا كان في ما بينك وبينك عقد، تمام؟ وكتبنا بند جوه العقد، لو حصل مشكله هنلجا لايه؟ للتحكيم. وممكن يكون عمري ما كان بيني وبينك مشكله، او عمري ما كان ما بيني وما بينك عقد، بس حصل ما بيننا مشكله. فبعد ما تحصل المشكله ممكن نتفق للجوء الايه؟ للتحكيم، تمام؟ النوع ده بقى الفكره دي ان احنا ينفع نتفق سواء كنا قابلنا بعض قبل كده او ما قابلناش بعض، سواء كان في ما بيننا عقد او ما كانش في ما بيننا عقد. بعدين هنتفق ان احنا نلجا للايه؟
للتحكيم. النوع ده من الاتفاقات اسمه اتفاق الايه؟ التحكيم، اسمه arbitration agreement. اسمه يلا arbitration agreement. يبقى الاجابه بي، 41 اجابه بي. يلا ده most common number، السؤال اللي قلته من شويه. الرقم الاكثر شيوعا of members of arbitration panel is ايه؟ 3. ده الرقم الاكثر شيوعا. طب تمشي واحد وتمشي ثلاثة؟ تمشي خمسة، بس احنا بنقول الموست كومن، الأكثر شيوعا ثلاثة، ماشي؟ 43 The arbitration agreement، اتفاق التحكيم، makes the parties، بيجعل ان الأطراف refer the dispute، يحيلوا النزاع إلى إيه يلا؟ court in a state of arbitration. اتفاق التحكيم بيعمل إيه؟ بيخلينا بدل ما نلجأ لمين يلا؟ للقضاء، هنرجع لمين؟ التحكيم. الإجابة هنا بيقول لك اتفاق التحكيم هيخلينا نروح للقضاء بدلا من التحكيم. غلط. كورت انستيد اوف اربيتريشن يعني القضاء بدلا من التحكيم. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط. طيب اتفاق التحكيم إجابة بي. جاديشري هنلجأ للقضاء انستيد اوف بدلا من الميديشن. غلط. هنلجأ في سد الميديشن أصلا ومش هنلجأ للقضاء أصلا. طب الاربيتريشن أجريمنت هيخلينا نلجأ إلى الاربيتريشن التحكيم instead of بدلا من the court. تمشي دي ولا ما تمشيش؟ هي دي. تمام. يبقى الاجابه ايه؟ سي. 44 يلا. The arbitration agreement may be، اتفاق التحكيم، مش احنا عشان نلجأ للتحكيم لازم يكون بالايه؟ بالاتفاق. شكل الاتفاق ده بيبقى له كام شكل؟ اثنين بالظبط كده، ممكن بسيناريوهين يعني. تمام. يلا اتفاق التحكيم بالظبط. اتفاق التحكيم arbitration agreement may be in the form، يعني form في شكل. تمام. ممكن يكون arbitration clause in a contract، عبارة عن بند التحكيم جوه عقد. يعني انا في مثلا ما بيني وما بينك شراكة وبزنس، وانت 50% وانا 50%، وانا كاتبين بند جوه عقد الشراكة. لو حدث اي نزاع في توزيع الارباح او اي مشكلة اثناء الشراكة سنلجأ الى التحكيم. يعني العقد نفسه مش عقد تحكيم، العقد نفسه عقد شراكة، بس كتبنا جوه بند ان لو حصل مشكلة في المستقبل هنلجأ للايه؟ التحكيم. يبقى ده اسمه ايه يلا؟ ده اسمه arbitration clause ولا arbitration agreement ولا arbitration clause؟ arbitration clause. العقد نفسه عقد شراكه بس كتبنا جواه بند التحكيم. يبقى اتفقنا على التحكيم من خلال بند، من خلال ايه؟ بند. ماشي؟ تمشي. ولا separate arbitration agreement، اتفاق تحكيم خاص، تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. خلاص؟ ولا all of the above؟ طب all of ولا دي none of the above؟ طب انا دلوقتي جاي لي في سي all of the above. يبقى ده معناه ايه؟ الاثنين اللي فوق. ماشي؟ يبقى اذا بي وجابها مره قبل كده الطريقه دي. خلاص؟ يبقى الاجابه هتبقى اول ده اضافه. دي معناها سيبريت اربيتريشن اجريمنت، يعني اتفاق تحكيم مستقل. يعني ايه اتفاق تحكيم مستقل؟ مثال عشان نفهم، يلا. انا وانت عملنا عقد شراكه. ومن اوله لاخره نسينا خالص نجيب سيره الايه؟ التحكيم. حصل مشكله، وحصل مشكله في توزيع الارباح. ينفع نرجع للتحكيم؟ نسينا خالص نكتب في عقد الشراكة بند التحكيم، ساعتها ينفع نرجع للتحكيم؟ لا، لأن مفيش بند. إلا لو عايز أرجع للتحكيم لسه، إلا لو إيه؟ اتفقنا. فنقوم قاعدين قاعدة جديدة وكاتبين عقد جديد خالص، اتفاق مستقل كده لوحده اسمه اتفاق التحكيم. ده اللي بيبقى العقد فيه فايد كده صح؟ ممكن يبقى فايد، ممكن يبقى فايد، الأسئلة دي موجودة، خلينا بس واحدة واحدة، مش عايز افتراضات، تمام؟ فإحنا هنا نسينا نكتب بند التحكيم، نسينا نكتب يلا بند التحكيم. فاحنا ستيل حصل مشكله وستيل عايزين نرجع للتحكيم، نقوم نعمل يلا نعمل اتفاق جديد خالص اسمه arbitration agreement. اسمه يلا يبقى اتفاق جديد مستقل، يقول يلا نرجع للتحكيم. يبقى ينفع نرجع ببند وينفع نرجع بايه؟ باتفاق لوحده. المهم ان احنا كده كده مش هنعرف نرجع للتحكيم الا بالايه؟ بالاتفاق. تمام. يبقى الاجابه هنا تبقى اورد اور اللي هي ايه وبي. الاجابه سي يعني، لان ايه وبي صح، فالاجابه هتبقى سي. ماشي. if an arbitration clause، سؤال اهو. If an arbitration clause، لو في بند تحكيم جوه عقد، is included موجود جوه contract، in a contract، مش كده؟ زي المثال اللي كنا لسه بنقوله، انا وبيني وبينك عقد يلا شراكه، وكتبنا جواه بند التحكيم ان لو حصل مشكله في الشراكه سنلجا الى التحكيم ساعتها. And the contract، وعقد الشراكه ده بقى is avoidable، يعني avoidable قابل للابطال، يعني بطلان مطلق ولا بطلان نسبي؟ نسبي. دي مهمه بيعشقها وسؤال جدا في الامتحان، على كده سؤال انا حطيتهم ورا بعض. ماشي. avoidable يعني قابل للابطال، يعني بطلان نسبي، يعني ممكن اطالب بالابطال وممكن سبت عدي. تمام كده. جميل. لو في حاله ان العقد هنا قابل للابطال،
due to بسبب المس ريبريزنتيشن يعني مس ريبريزنتيشن او فرود يعني يلا التدليس او الغش مس ريبريزنتيشن او فرود بسبب التدليس او يلا او الغش تمام زين ساعتها بند التحكيم هيبقى ايه تمام اسال المخشوف الاجابات بس خلاص انا وبيني وبينك عقد شراكه خلاص وانت قمت قايل لي تعالى يلا وانا جايب اختراع من امريكا والاختراع ده مش عارف بيعمل ايه وبيعمل ايه بيطلع ليزر وبيطلع نار وعملت لي بحر وطحينه ومشيتني وكسبت عليا ودخلتني معاك في الشراكه انت مليون وانا مليون وانا زي الضف دفعت الفلوس دخلت في الشراكه بس حصل عليا غش وايه تدليس ماشي وكتبنا بند جوه العقد ان لو حدث مشكله في الشراكه او في توزيع الارباح سنلجا لايه للتحكيم معايا في السيناريو خلاص حصل مشكله المفروض نلجا لايه تحكيم طيب بعد كده العقد نفسه هنبطله انا طالبت بابطال العقد مش عايز اشاركك لان انت غشتني وضحكت عليا فيبقى كده القاضي هيحكم ببطلان العقد انا طالبت بالابطال وتمسكت بالابطال تمام البند بقى بتاع التحكيم هيبقى مكمل ولا مش مكمل انا كده هبقى خسرت حاجتين انا اولا خسرت العقد وما خسرتش العقد خسرت العقد تمام كمان هخسر التحكيم وهبقى مضطر اروح للقضاء ولا ممكن اتمسك بالبند تعال نقرا الاجابات يلا ساعتها السؤال على يلا فين السؤال سن ذا اربيتريشن كلاوز بند التحكيم بقى احنا خلاص العقد باطل بطلان نسبي وتمسكنا بالابطال ماشي ساعتها بقى البند بقى البند نفسه بتاع التحكيم ها اربيتريشن كلاوز will be always void سيكون باطل دائما ولا will never continue to be binding يعني البند انا هنا بتكلم على البند التحكيم مش هيبقى ملزم ولا may still continue to be binding لان هنا البطلان بطلان نسبي انا كده ابقى خسرت طب ليه القانون خلاني اتمسك بالبند مع ان العقد باطل واتحكم ببطلان لان اولا البطلان بطلان نسبي وكان كده هبقى خسرت حاجتين هبقى خسرت العقد وكمان خسرت فرصه التحكيم افرض انا عايز حق افرض اضحك عليا بفلوس افرض انا ليا ممتلكات عنده هو مش راضي يرجعها لسه هقعد في القضاء 10 سنين كمان ولا ممكن اتمسك بالتحكيم يبقى لو البطلان بطلان يلا نسبي تمام ساعتها ممكن اتمسك بالبند بتاع التحكيم والجا للتحكيم وانا القانون سمح لي بده يبقى الاجابه هتكون سي اللي هو البند بتاع التحكيم may still continue to be يلا binding تمام اللي بعده في فرق ما بين bind وبند بند اللي هي bending يعني يتني يعني زي بند كده اما دي binding ملزم تمام نرجع للموضوع 46 يلا ما زلنا في نفس الجزء عشان الحته دي مهمه قوي if an arbitration clause بند تحكيم يعني برضه عملنا عقد ها is included in a contract يبقى اتفقنا على العقد ها وبعدين كتبنا جوايا لو حصل مشكله هنرجع تحكيم تمام جميل ساعتها and the contract is وركز في الصيغه is void العقد هنا ايه ولو ما قلناش avoidable باطل هنا مقصود بيه بطلان مطلق تمام كده جميل ووضح لك اكتر such as a public order void يعني بطلان بسبب النظام الايه العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفه النظام العام عملنا حاجه يا باشا احنا هنعمل عقد شراكه هنتاجر في السلاح والمخدرات وهنقسم الارباح ولو حصل ما بيني وما بينك مشكله في توزيع ارباح السلاح والمخدرات ها هنلجا للتحكيم ماشي كده تمام كده ده مثال العقد اصلا باطل ممنيل ب 60 ليله احنا متفقين على مخدرات وسلاح يبقى ده باطل بطلان اجي بقى يبقى العقد باطل مرتبط بس انا هتمسك بالتحكيم فش انتوا الاثنين هتتحبسوا الاثنين هتتحبسوا ماشي تحكيم مين يلا فساعتها then the arbitration clause ساعتها بند التحكيم يلا بند هنا بطلان مطلق ها ساعتها بند التحكيم can be enforced ينفع نتمسك بيه ونطبق بند التحكيم طيب cannot be enforced لا يمكن تنفيذ البند ولا العقد هيتنفذ ولا البند ولا هتعرف تمسك لانه بطلان مطلق تمام ولا relatively avoided يعني بطلان نسبي لا برضه ولا رمز اباف يبقى الاجابه هتبقى B اللي هي cannot be enforced خلاص شباب فهمنا الفرق ما بين الاثنين ومهمه وذاكرها كويس وقرا تاني بالورق وعامل لك عليها اسئله وممكن انزل لك عليها اسئله تاني خلاص برضه اكتب لي جنب السؤالين دول من الاسئله المهمه واسئله الفاينل ممكن السؤال يجي لك بنفس الصيغه ممكن يجي لك بصيغه ثانيه ها عادي يعني 47 يلا an arbitration agreement او clause مش احنا ممكن نتفق بالاثنين
يا اتفاق من اوله لاخره بيتكلم في التحكيم يا بند جوه عقد. المهم مش هنلجأ للتحكيم الا في الاتفاق، تمام؟ must be in a written form، لازم اتفاق التحكيم يكون مكتوب ولا ممكن نتفق شفوي؟ لا لازم يكون مكتوب، لازم اتفاق التحكيم يكون مكتوب. طيب تمشي، يبقى لازم اتفاق التحكيم يكون مكتوب. طيب must be signed، يكون موقع من الاطراف الاتفاق، مش هو بالاتفاق، من الاتفاق انا وانت، يبقى انا وانت موقع، تمام؟ جميل. ولا must be formal؟ لا دي لا بقى، مش لازم يكون رسمي. يعني ايه مش لازم يكون رسمي؟ يعني مفيش صيغه معينه، اي صيغه تمشي، تمام؟ يبقى سي ما تمشيش، سي دي غلط. يبقى الاجابه تبقى ايه؟ ايه زائد بي اللي هي الاجابه دي، الاجابه دي بالظبط كده ريتم وصاين. طيب هل القانون اشترط صيغه معينه؟ نحن الاطراف احمد وحسين نتفق الان وفورا وحالا على ان في المستقبل لو حدث اي نزاع سنلجا للتحكيم، لازم الصيغه دي ولا اي صيغه تمشي؟ اي صيغه تمشي. فالقانون قال لك هما شرطين، لازم يكون الاتفاق مكتوب، ما ينفعش اورال، ما ينفعش امريت، لازم الاتفاق يكون مكتوب او البند يكون مكتوب وموقع. طب لازم صيغه معينه ولا اي صيغه تمشي؟ طيب مش لازم يكون فورمال، لان اصلا ما يمارس التحكيم ان هو ان فورمال. يعني ممكن نقول ايه؟ لو حدث نزاع سنلجا للتحكيم، لو حدث مشكله في توزيع الارباح سنلجا للتحكيم، سنلجا للتحكيم لو حدث ما بيننا اي نزاع في المستقبل، اي صيغه تمشي، تمام؟ يبقى الاجابه هنا ريتن وسايند. ريتن يلا اللي هي اي وبي، يبقى الاجابه هتبقى دي، الاجابه تبقى يلا دي اللي هي اي زائد بي رقم 47. وصل يا شباب؟ اللي بعده 48 The judiciary focus more، القضاء 47 الاجابه دي اللي هي اي زائد بي، ماشي؟ 48 The judiciary focus more، بيركز اكتر على القضاء، بيركز اكتر على ايه؟ while بينما the arbitration focus more on a، تمام كده؟ وطالما بقول ده بيركز اكتر على حاجه، ده بيركز اكتر على حاجه، هما الاثنين بيحلوا المشكله والاثنين بيدينوا حق، ولكن كل واحد فيهم بيركز على حاجه اكتر، تمام كده؟ تمام. the judiciary بيركز اكتر على ال efficiency ولا justice ولا efficiency ولا justice؟ طيب احنا في السؤال اللي بيكون فيه اجابتين بنعمل ايه؟ هنخبي واحد، تعال نجاوب القضاء بس. يلا the judiciary focus more، خد بالك القضاء فيه درجه تقاضي اولى. طيب بعد كده في استئناف، اللي هي درجه التقاضي الايه؟ الثانيه. الاستئناف بيدرس ايه؟ الموضوع والقانون، اللي هي الوقائع والقانون، يعني كانك بتجيب الفيلم من اول كل الشهود وكل الاوراق تاني. مش ده تضييع وقت. لا بس انا يهمني العدل. فهنا القضاء بيركز على ايه؟ العدل. هنتاخر مش مشكله نتاخر، بس يبقى في عداله ويبقى في متاكدين. مش بس كده، خلاص ده لسه في محكمه ايه؟ نقض. هل دي درجه التقاضي ثالثه؟ لا. ايه؟ كده عندنا امتحان مرافعات، خلاص؟ النقد مش درجة ثالثة. النقد محكمة قانون. بينظر في خطأ في تفسير أو في تطبيق القانون. يعني محكمة النقد هتجيب الوقائع تاني وهتجيب الشهود تاني. لا طبعًا. ده احنا كده بقى يبقى مش هنخلص. ماشي؟ فلما تيجي تلاقي القضاء العادي في درجة أولى ودرجة تانية اللي هي الاستئناف، وفي إمكانية القانون، في إمكانية مراجعة القانون فقط اللي هي محكمة الإيه؟ النقد، فهي محكمة قانون، ما تعتبرش درجة تانية. لو حصل خطأ في تفسير أو في تطبيق الإيه؟ القانون، كل ده وقت رهيب، وقت رهيب. هنا القضاء بطء بس بيركز على العدل، يبقى القضاء بيركز على يلا العدل، تمام؟ جاستس. يبقى هنا الإجابة هتكون إيه يلا؟ يا بي يا دي. خلاص؟ ما هو لازم يكون جاستس. مش القضاء جاست ولا القضاء بيركز على الافشنسي؟ يعني ايه افشنسي؟ سرعه. لا القضاء بيركز على ايه؟ على الجاستس. يبقى الاجابه هتكون يا بي يا دي، اللي هو القضاء بيكون فيه ايه يلا؟ جاستس. نبدا نبص للنقط الثانيه عشان نشوف الاجابه صح ولا غلط. يلا. وايل بينما الاربيتريشن بيفوكس مور اون جاستس ولا افشنسي؟ هو هيحقق لي العدل وهيديني حق، بس ممكن المحكم يغلط ومفيش درجه تقاضي ثانيه، القاعده العامه الا الاطراف اتفقوا على خلاف زي، بس الاساس ان هو فاينل باندنج. يبقى اهم حاجه في التحكيم انه بيركز على السرعه والكفاءه. يبقى الاجابه هتكون يلا دي، ان القضاء بيركز على جاستس اما التحكيم بيركز على افشنسي. يبقى الاجابه رقم 48 هتبقى دي، ماشي؟ 49 يلا. If it was proven، يعني ايه if it was proven؟ قول يعني ايه if it was proven؟ يعني ايه if it was proven؟ لو ثبت ان او اثبت ان، تمام؟ that the arbitrator is not independent، يعني not مش مستقل، يعني ايه؟ يعني تابع، تمام كده؟ مش مستقل يعني تابع، تمام؟
or impartial. يعني impartial. impartial. خلاص. or impartial لوحدها يعني محايد. not impartial يعني مش محايد. يعني هينحاز. منحاز. اللي هي ممكن يجيبها لك في كلمة تانية partial. يعني partial منحاز. هيجي بصف ضد صف. امال القدر لازم يكون ايه؟ مستقل ومحايد. impartial وindependent وneutral. impartial وindependent ويلا وneutral. الصفات اللي اتكلمنا عليها. تمام؟ هو بيقول لك لو ثبت ان القاضي غير مستقل او not impartial يعني not impartial غير محايد لازم الصفتين ولا كفايه واحده؟ واحده بس تعمل لي مشكله. تمام؟ then the arbitrator اسف the arbitration procedures and award والحكم يعني خلاص هو كان موجود واختارناه وبعدين ثبت ان هو مش مستقل او غير محايد يعني طلع قريب الخصم او ابن خالته ما كانوش قايلين فيما بينهم وما بين بعض احنا اختارنا شخص والشخص ده طلع ابن عم الخصم هم ما كانوش قايلين وانا ما كنتش اعرف وبعد ما خلص الاجراءات وطلع الحكم وان فاكر الحكم سليم طلع ان المحكم اللي احنا مختارينه ابن خاله الخصم او ابن عمه يبقى كده هو مستقل ولا غير مستقل؟ مستقل وانا عارف تثبت ده ساعتها اقدر اجيب الدليل واطالب بايه؟ ابطال الحكم وكل الاجراءات ويصبح كل شيء كان لم يكن تمام كده؟ يبقى ساعتها الاجراءات والحكم ار توتالي رايت والله كده الدنيا بايظه بايظه المهم مش مستقل مش محايد طيب can be invalidated يمكن ابطال كل الاجراءات والحكم اه طيب is not important issue مش مساله مهمه دي حاجه مهمه جدا لازم القاضي يكون محايد مستقل تمام ولا is secondary issue مساله فرعيه ولا دي مساله مهمه اه يبقى لازم القاضي يقول يلا تاني مستقل ومحايد مستقل يلا والدكتور في المحاضرة زود احنا عندنا كده ثلاث كلمات independent و impartial independent و يلا impartial نزود عليهم كلمة neutral اللي هي المفروض هي impartial بس هو بيعتبرهم ثلاث حاجات طيب مين الفرق اللي ما بين independent و impartial independent يعني مستقل تمام احنا الشخص اللي هنختاره انا في مشكلة تحكيم هنختار محسن زي ما كنت بشرحها تمام محسن ده independent يعني independent ده قريبك ولا قريب يعني لا تابع ليك ولا تابع ليا ولا تابع ليك ولا تابع ليا يبقى اندبندنت معناها مستقل يعني عدم التبعيه لا اعرفك ولا اعرفك ولا في ما بيني وما بينك شراكه ولا كده شفتك قبل كده ولا في ما بيننا من بعض شغل ولا قرابه طب يعني ايه امبارشال محايد محايد يعني هيحكم بالعدل محايد يعني يلا هيحكم بالعدل ما ممكن يجي في النص وياخد رشوه مثلا وبعدين انا محاكم لواحد مع انه المفروض يخسر وحكم له هو لا يعرفه ولا قريبه ولا في ما بينه اي شراكه هل كده ان هو مش مستقل او مستقل وما يعرفكش وستيل ما يعرفكش بس انت جيت قمت مديله رشوه من تحت الترابيزه قام حاكم لك مع ان انت اللي ظالم يبقى كده عنده مشكله في الايه؟ في الحياديه يبقى كده بقى ايه؟ ما عادش امبارشال كده بقى منحاز تمام؟ واحده منهم تكفي لو واحده منهم اتضربت يبقى من حقي ان انا طالب بابطال كل الاجراءات واطالب بايه؟ بابطال الحكم وكل شيء كان لم ايه؟ كان لم يكن تمام؟ وقفنا عند سؤال كام؟ 50 تمام؟ قبل ما نكمل الاسئله في حته كده بس عايز اشرحها وفوكس عليها عشان حاسس بنسبه 99% جاي سؤال فيها في الامتحان تمام؟ يلا بينا في بارت 10 كان بيتكلم على فكره الاثبات تمام؟ وفي قاعده عامه فكره عامه بيقول لك ايه؟ البينه على من؟ ادعى ده الاصل قاعده عامه انت بتدعي ان انت ليك فلوس، انت بتدعي ان ليك حته ارض، انت بتدعي ان انت تملك يبقى اثبت بالظبط كده بتدعي شيء يبقى تثبته ولكن في استثناءات في يلا استثناءات ان ممكن يكون انا اللي بدعي انا بدعي انا ليا فلوس عندك تمام انا ليا بضاعه عندك وانت مش عايز تجيبها بدعي او انا المدعي ولكن الدليل مش معايا الدليل معاك انت في الدفاتر التجاريه بتاعتك انت فالمفروض القاعده العامه انا اللي جبت الدليل ولكن استثناء ممكن اجبر الخصم ممكن يلا اجبر الخصم انه يطلع الدليل اللي معايا مع ان انا اللي ايه بدعي دي قاعده عامه الاستثناء استثناء المفروض انا اللي اجيب الدليل لكن استثناء ممكن الدليل يكون مع الخصم احنا الاثنين تجار والمعاملات التجاريه موجوده في الدفتر التجاري عندك بتاعك انت المدعى عليه فهم اجبرك انك تطلع المستندات لان اصلا المعامله هنا معامله مشتركه معامله يلا دي قاعده عامه استثناء استثناء طبعا المفروض اصلا اللي اجيب الدليل حاله ثانيه تمام ممكن اجبر فيها الخصم انه يطلع الدليل اللي معاه تمام ركزوا معايا في المثال انا احمد بتشكل مع واحد اسمه خالد في نزاع لجأنا للتحكيم تمام فاول جلسه في ثاني جلسه ها ان كلهم بايه كل واحد بيجيب الادله اللي عنده والوثائق اللي عنده كده فقام خالد الخصم المدعى عليه انا المدعى ماشي طلع ورقه الورقه دي هي عقد الشراكه اللي ما بيني وما بينه تمام كده فمين اللي هنا اللي طلع الورقه دي
خالد المدعى عليه وقدمها للمحكم. بعدين رجع سحبها تاني، حس ان الورقه دي مش في مصلحته. المحامي قال له ارجع اسحبها، اسحبها اطلب الاصل. فراح خالد راح للمحكم وقال له يا باشا والله انا كنت قدمت العقد الشراكه وعايز اسحبه تاني، ممكن يقوم المحكم يدوه لي تاني مفيش مشكله. من ايه اللي حصل؟ انا المدعى وخالد هو المدعى عليه. خالد قدم ورقه امام المحكم واستند عليها، بس بعد جلستين المحامي بتاعه ذكي قال له الورقه دي مش في مصلحتنا، اسحبها اسحبها. قام خالد سحب الورقه دي، تمام كده؟ يبقى استند عليها ولا ما استندش؟ استند وقعد سايبها جلستين وقام رجع في كلامه وقام سحب الورقه تاني، تمام كده؟ اقوم انا بقى شادي، انا المشكله ما بيننا في شراكه، انا كمان كان معايا عقد الشراكه بس عقد الشراكه ده ضاع مني مش عارف اجيبه، وانا اللي بدعي وبدعي ان احنا شركة وعايز اثبت ان احنا شركة ومكتوب في العقد ان الارباح هتتوزع 60 40 يعني انا اللي هاخد نسبه ايه؟ اكبر، وعايز اثبت كده وانا بدعي ان انا اللي هنا نسبه ارباح اكبر، انا 60% هو ال 40%، يبقى المفروض اجيب اللي ايه؟ العقد. اللي يثبت مفيش شهود، يبقى المفروض اجيب العقد، ضايع مني العقد. طيب ينفع اجبرك القاعده العامه؟ مش هينفع اجبرك. ولكن هنا في استثناء حصل، ايه اللي حصل؟ ان المدعى عليه كان قدم الورقه دي ولا ما قدمهاش؟ قدمها، كان استند عليها مره. ساعتها بقى ينفع اجبره تاني استثناء انه يجيبها تاني، ليه؟ عشان هو كان استند عليها قبل كده. كون بقى ان هي مصلحتك مش مصلحتك، طالما استندت عليها مره، طالما انت قدمتها مره المدعي عليه، يبقى ينفع اجبره ان هو يجيبها تاني استثناء. وصلت؟ مهم جدا الحته دي. يبقى لو في دفتر تجاري ما بينه وبينك ولا تطلعه، لو في ورقه كنت انت اللي قدمتها للمحكم وبعد كده رجعت تسحبها يعني استندت عليها قبل كده، اقدر اجبرك ان انت تطلعها ايه؟ تاني. ده استثناءات، ماشي؟ طيب نخش على بوينت ثانيه في نفس البارت، ماشي؟ المهم قوي الحته اللي بقولها دي وتذاكرها كويس، خلاص؟ الفرق ما بين التمبرري ميجرز والتمبرري ديسيجن، معلمكم حيله كده لما تيجوا تذاكروا بس زلمه في كل المواد، لما تيجي تطلع الاختلافات تطلع الاول تشابهات، ده بيسهل المذاكره فوق ما انت تتخيل، هتدور على التشابهات والاختلافات في نفس الوقت هتتلخبط، انا بطلع التشابهات واركنها على ايه؟ على جنب وابدا اركز على الاختلافات، ماشي؟ تمام؟ فلما نيجي نبص هنا هنلاقي ان انا عندي حاجه اسمها تمبرري ميجرز وتمبرري يلا ديسيجن. انا وانت بنتشكل على البضاعه، البضاعه دي فاكهه، الفاكهه دي لو اتسابت كتير بره الثلاجه هتبوظ، تمام كده؟ بنتشكل على مثلا 100 كيلو لحمه، بتوع لا بتوعك بتوع لا بتوعك متسابين بره مش في الثلاجات، عقبال ما المحكم يحكم دول بتوع ولا بتوعك هيكونوا باظوا، تمام؟ لغايه ما نوصل لحكم نهائي ولغايه ما المحكم يحكم ويقول اللحمه دي بتاعتي او الخضار ده بتاعي ولا بتاعك، تمام كده؟ لازم نحافظ على البضاعه دي والا هتبوظ والا في الاخر مفيش حد فينا ايه؟ هيستفاد. فبيكون فينا حاجه اسمها اجراءات مستعجله او حكم مستعجل او قرار مستعجل، وده موجود في القضاء العادي خالص. زي ما في قضاء عادي في قضاء اسمه قضاء يلا مستعجل، تمام كده؟ اللي هو بالانجليزي اسمه الهاستي، جاء من كلمه هاست يعني هاست سرعه، تمام؟ هاستي جوديشري، هاستي يلا جوديشري. فلو انا امام القضاء العادي هقوم طالب من القاضي، يا عم القاضي لو سمحت لغايه ما نعرف الحاجه دي بتاعت مين احكم او طلع لنا قرار ان احنا نحط البضاعه دي في الثلاجات لغايه ما نعرف هي بتاعت مين. هل ده حكم نهائي ولا قرار مؤقت؟ مؤقت، عشان احافظ بس على البضاعه دي في الاخر ما حدش هيستفيد. وهنا القضاء العادي بيقدر يعمل ده عادي جدا، والاختصاص ده اصلا بتاع مين؟ بتاع القضاء العادي. طب هل ممكن المحكم يلعب نفس الدور كبديل؟ مش المحكم بديل؟ اه ممكن يلعب نفس الدور ويطلع قرار مؤقت او قرار مستعجل. وهنا هنفرق ما بين نوعين من الاجراءات، ماشي؟ نوع اسمه temporary measures ونوع اسمه يلا temporary decisions. temporary measures وtemporary يلا ايه التشابه ما بين الاثنين؟ الاثنين temporary، الاثنين حاجات مؤقته يعني ما هياش حكم نهائي. الاثنين حاجات مؤقته يعني ما هياش حكم نهائي، تمام؟ طيب ايه الاختلافات؟ يلا بينا. الاختلافات ان دايما temporary measures اللي بنسميها اجراءات تحفظيه بتكون متشدده، بيكون فيها يلا بيكون فيها نوع من انواع التشدد. زي مثلا ان انا امنعك من تصرف في ملكيه، زي مثلا ان انا نحجز على اموالك مؤقتا، ماشي؟ فيها تشدد، ها؟ لكن في التمبراري ديسيجن، التمبراري يلا ديسيجنز هي مؤقته برضه، ولكن الاختلاف ان هي ابسط واخف، ابسط ويلا واخف، تمام؟ زي مثلا ان احنا نعين حارس على البضاعه، زي مثلا ان احنا نحط الحاجه في الثلاجات، تمام؟ فهو نوع مؤقت برضه، قرار مؤقت ولكنه قرار ايه؟ بسيط، ما جلدتش يدك على التصرف، ما عملتش، ما حجزتش على اموالك، ما عملتش حاجه متشدده قوي، تمام؟ يبقى الاثنين مؤقتين، الاثنين يلا مؤقتين، تمام؟ طيب بما ان التمبرري ديسيجنز حاجه متشدده، ارقام المواد حفظ، يلا التمبرري ميجر، التمبرري يلا، متى كان من قانون التحكيم؟ 24، الثاني ناكس،
طب التمبرري ديسيجنز اللي هي اخف وابسط شويه 42 الاثنين من قانون التحكيم ماشي 42 بالظبط هتعكس احفظ واحده وعكس الثانيه تمام نخش على بعض التمبرري ميجرز متشدده ولا مش متشدده متشدده وبما ان هي فيها تشدد فمش هنسمح للمحكم انه يصدر قرار مؤقت بلاش نقول قرار مؤقت هنقول اجراء تحفظ اجراء يلا تحفظ وفي تشدد وفي يلا تشدد هو مؤقت وفي تشدد زي غل اليد او منع التصرف في الملكيه الا بشرطين يلا الشرط الاول لازم يكونوا اطراف النزاع موافقين على الكلام ده يعني بالاتفاق يعني زي ما احنا اتفقنا ان احنا نلجا لايه للتحكيم نكتب في الاتفاق بتاعنا ان احنا كمان موافقين ان المحكم يستطيع ان يصدر في اي لحظه تمبرري ميجرز طب لو نسينا نتفق ينفع المحكم يصدر تمبرري ميجرز لا لازم نكون متفقين ماشي طيب اتفقنا وقلنا ان المحكم من حقه يصدر تمبرري ميجرز اجراءات تحفظيه متشدده تمام كده لازم بقى لما نحتاج الاجراءات ده بناء على طلب او بناء مش عامل من نفسه مش من نفسه ها احنا موافقين احنا الاثنين متفقين وواحد فينا يقدم طلب يبقى كمان upon request يبقى كده عندنا كام شرط؟ اثنين تمام كده؟ لازم اصلا نكون متفقين انا وانت ان المحكم من حقه يصدر اجراءات تحفظيه متشدده اللي هي مين يلا؟ temporary measures متفقين؟ طيب من نفسه ولا بناء على طلب؟ بناء على طلب احد الاطراف طيب جه احد الاطراف يقدم واحنا متفقين ينفع؟ اه ينفع شرطين اتحققوا بقول له يا باشا انا عايز اجراءات تحفظيه والنبي الحقني الحقني امنعوا من التصرف في الفلوس بيهرب الفلوس بره البلد لو حكمتني في الاخر هيجي يقول لي معيش فلوس امنعوا من التصرف امنعوا من نقل الاموال لبره فانا ده حاجه فيها تشدد هغل يده تمام فساعتها هيقول لي انتوا متفقين على الكلام ده اقول له اه يا باشا احنا متفقين وانا قدمت ايه طلب ساعتها المحكم ممكن يتخذ اجراءات يلا تحفظيه متشدده سهله طب تعالى نعكس المثال بقول له لو سمحت يا عم المحكم احكم لي بسرعه غل يده وخلوه يمنع التصرف امنعه من تحويل امواله للخارج تمام يقول لي يا باشا انتوا مش متفقين انا هنا بقدم طلب اهو بس احنا ايه مش متفقين ينفع لا ما ينفعش هيقول لي يا باشا معلش انا اسف انتوا ما اتفقتوش انتوا مش متفقين على الكلام ده فمش هقدر اصدر اجراءات تمبرري ميجر يبقى في حاله غياب الاتفاق في حاله يلا غياب الاتفاق لا يجوز اصدار اجراءات تحفظيه متشدده لازم يكون في اتفاق وبناء على طلب من احد الاطراف تمام تعال نروح للنوع الثاني اللي هو قرار مؤقت بنسميه بقى يلا تمبرري ديسيجن temporary decision يلا ايه التشابه ما بين الاثنين تاني يلا بنطلع اختلافات الاثنين temporary والاثنين نستطيع وصفهم بكلمه اسمها restraining restraining جاي من كلمه restrain يعني ايه restraining يعني مقيدين اجراءات مؤقته او مقيده اجراءات يلا مؤقته او مقيده ولكن temporary decision اللي هنترجمها يلا قرارات مؤقته قرارات يلا بتكون اشد ولا اخف اخف ابسط هي مؤقته ولكنها اخف زي مثلا هنعين حارس على البضاعه تمام بس هتفضل بتاعتك عشان بس ايه ما تنقص وما تزيدش طيب الحاجه مش في الثلاجات هنحط بس الحاجه في الثلاجات بس هتفضل تحت ايد حضرتك تمام فساعتها هنا انا بيبقى هو اجراء مؤقت بس اجراء يلا في تبسيط في الاجراء يعني ما هوش متشدد قوي ماشي يلا المدى هنعكس بدل المدى 24 هتبقى المدى كام يلا هنا 42 برضه من قانون التحكيم طيب ما هو عشان المحكم هيحكم من نفسه كده ولا لازم بناء على طلب بناء على طلب حتى سواء كنا متفقين او مش متفقين سواء كنا متفقين او يعني مثلا متفقين ان المحكم من حقه يعمل تمبرري ديسيجنز يبقى من حقه يعمل تمبرري ديسيجن طب نسينا نتفق او في غياب الاتفاق يعني بالبلدي كده نو اجريمنت نو يلا اجريمنت او ابسنس اوف اجريمنت نسينا نجيب سيره الموضوع ده واحد فينا قدم طلب قال يا باشا والنبي الحق حط لي حاجه في الثلاجه بدل ما تبوظ المحكم هنا من حقه يصدر قرار مؤقت ولا مش من حقه؟ من حقه حتى لو نسينا نتفق لان هو نوع اصلا اجراء مؤقت بسيط ما فيهوش تشدد. يعني حتى في حاله غياب الايه؟ الاتفاق بس بناء على ايه؟ طلب. بس حتى لو ما فيش اتفاق تمام؟ سهله؟ مفهومه؟ يلا نقرا تاني نرجع للورق الاسئله ونكمل اسئله. كانوا حتتين كده في الايفيدنس كنت عايز افوكس عليهم باذن الله يجيبوا في الامتحان ويخليهم كويس ماشي؟ يلا. وقفنا عند سؤال قلته كام 50 صح؟ صفحه رقم 8 50 يلا بينا بيقول لك ايه؟ after the submission of تمام؟ يعني لما نخضع النزاع للتحكيم submission يعني نخضع او نحيل نخضع او يلا نحيل تمام؟ and receipt of recommendation to arbitration وبعد كده استلم تمام؟
الريكومنديشن تو اربيتريشن، يعني استلمت او عرفت ان في توصيه بالتحكيم، يعني اعلنت ان في تحكيم. يعني احنا اصلا كنا متفقين على التحكيم، والتاني بقى بيقول يلا باشا نلجا ليه للتحكيم، بس احنا اصلا كنا متفقين. ماشي، ريسيت معناها زي ريسيف كده. The parties ساعتها الاطراف will a of such recommendation من كام يوم اللي جابات وزن 5 days 30 days 50 days 15 days من خلال كام يوم من استلام طلب التحكيم او اللي هو التوصيل بالتحكيم forward to one another، هنبعت لبعض لستة. اللستة دي فيها الاشخاص اللي احنا بنقترحهم للتحكيم، list of persons whom they would consider for appointing for arbitration. يعني احنا اتفقنا على التحكيم، لو حصل مشكلة نلجأ للتحكيم خلاص. بعدين واحد بلغ التاني يلا باشا نلجأ للتحكيم في مشكلة، يلا باشا نلجأ للتحكيم. فالتاني استلم طلب الايه؟ التحكيم، تمام؟ او الاعلان بتاع التحكيم. طيب لسه مش هنعرف نبدا الاجراءات، عايزين نختار بقى مين؟ المحكمين. فكل واحد فينا بيبعت لسته، والله احنا هنختار ثلاث محكمين، فانا ببعت لك لسته فيها 10 اسامي وانت بتبعت لي لسته فيها 10 اسامي، تمام؟ في خلال كام يوم؟ 15 يوم، تمام؟ لازم مدد مهم، مدد مهم، مدد مهم، مدد مهمه، مدد مهم. اي مدد عندك في المنهج لازم تسجل، ماشي؟ في خلال 15 يوم بنقدم لبعض، يعني ممكن في 5 ايام، ممكن في 6 ايام، في خلال 15 يوم كل واحد يبعت للتاني لسته وننقي ما بينهم الثلاث اشخاص اللي هيبقوا محكمين. ماشي؟ يلا. Arbitrator is retained، يعني ايه retained؟ يعني choose او chosen او تم اختياره يعني، ماشي؟ وانا عشان passive فهيبقى مش choose فهيبقى chosen، ماشي؟ is choosing past participle يعني. In order to يلا المحكم بيتم اختياره to adjudicate، يعني adjudicate يفصل او يحكم بالظبط، تمام؟ to decide لكي يقرر في نزاع اه برضه تمشي، ولا تو ادفايس وكونسل ان هو يدي نصح ويدي ارشاد. لا ده مش دور، ده مش دور خالص. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ A و B يمشوا، يبقى الاجابه هتبقى D. 51 هتبقى الاجابه دي اللي هي A زائد B، تمام؟ الاجابه هنا 51 هتبقى النقطه دي رابع اجابه. 52 يلا. Arbitrator is being retained، تم اختياره خلاص تو، تم اختياره تو تو A adjudicate لكي يحكم في النزاع اه، to decide لكي يفصل في النزاع اه، to settle يعني settle يساوي النزاع او تسويه النزاع بالظبط، ولا all of the above؟ all of the above. هنا المره دي يمشوا كلهم، تمام؟ يبقى 52 الاجابه دي. 53 the arbitrators المحكمين shall have a نقط زي judges have from suit for damages or equitable relief. يعني ينفع بعد ما القاضي يحكم عليا ارفع عليه قضيه بالتعويض اقول له انت حكمت عليا ان انا اسلم الارض، انت حكمت عليا بالتعويض، فهم راح للقاضي بقى اطلع لي بره اضربك وارفع عليك قضيه تعويض، ينفع تعمل كده مع القاضي؟ القاضي مع حصانه؟ مع حصانه، حته الحصانه مهمه جدا. فهنا المحكمين معاهم ان كومبليت اميونيتي، معاهم حصانه ناقصه يعني غير كامله، ولا سيم كومبليت اميونيتي، ولا نفس الحصانه زيه زي القاضي، ولا مور اميونيتي حصانه اكتر، ولا ليس اميونيتي حصانه اقل؟ نفس الحصانه، نفس الحصانه، تمام؟ واثناء كتابه القانون بتاع التحكيم ده كان هيجنن القضاء، ازاي هجيب لي واحد محكم هو عمره ما اشتغل في النيابه ولا اشتغل في القضاء وهيبقى معاه حصانه زيه زي الايه؟ القاضي، كان مجنن القضاء ساعتها. ولكن لو تفتكروا في اول المنهج لما درسنا كده لما يحصل منافسه ما بين القضاء الاصل وبين اللي يلا التحكيم البديل، ده هيخلي الاثنين يبقوا ايه؟ احسن. التنافس ده يخليه ينجز وده ينجز، ماشي؟ التنافس حاجه كويسه، التنافس الايجابي يعني. يبقى سيم كومبليت اميونيتي، ماشي؟ يلا بعد. ذا ايه؟ ديسكلوجر، يعني ديسكلوجر الاعلان او الافصاح عن المعلومات by the arbitrator of any records any records any notes any other documents تمام received or prepared تمام by the arbitrator، يعني اي مستندات اي سجلات اي اوراق اتعرضت عليه اثناء التنازع. مش المفروض ده هو private litigation ما يحضروش الا اطراف النزاع؟ فيجي بقى الصحافه تقول له معلش يا باشا كده ادينا الورق المستندات اللي كانوا عندك، يروح للمحكم ينفع المحكم يطلع حاجه كده للصحافه؟ لا طبعا، تمام؟ طب ينفع نجيب له على كده؟ لا برضه، تمام؟ لان هو حصل ما نقدرش نجبره على كده. وبالتالي خلاص الديسكلوجر الاجابه هنا على كلمه ديسكلوجر ها؟ ان احنا نخليه يفصح عن المعلومات دي، الديسكلوجر هنا كان بي كومبلد، يعني ايه كان بي كومبلد؟ يمكن اجباره على ذلك؟ لا لا يمكن اجباره. طيب ويل اوفتن بي كومبلد، يعني دايما هنجبره ان هو يعمل ديسكلوجر؟ لا برضه، لو هو ما حصل ما نقدرش نجبره. ولا كان نوت بي كومبلد، هو مين ده اللي كان نوت بي كومبلد؟ ديسكلوجر الافصاح عن المعلومات لا يمكن اجباره على ذلك، كان نوت بي كومبلد يعني لا يمكن اجباره لانه معاه حصانه بالظبط، معاه اميونيتي، تمام؟ ولا
can always be compelled؟ لا طبعا. يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ سي. لا يمكن اجباره على ذلك، لا يمكن اجباره عن افصاح عن المعلومات. تمام. 55. يلا. The A shall determine the credibility of the witnesses. هو اللي بيقول credibility، مدى مصداقية الشهود. تمام. And physical exhibit يعني exhibits evidences. بالظبط، أدلة. من اللي بيقيم الشهود؟ يقول الشهادة صحيح ولا لا، ولا الشهادة دي أقوى من ده، ومن أدلة ده أقوى من ده. مين اللي بيعمل الدور ده؟ يا القاضي يا المحكم. في القضاء اللي بيعمل كده القاضي، والمحكم بيعمل كده في التحكيم. تمام كده؟ جميل. هل اللي بيعمل كده الكليمنت المدعي؟ لا طبعا، المدعي ده طرف ما هوش حكم. ولا بلينتف؟ ما هي هي بلينتف، هي هي المدعي. ولا الديفندنت المدعي عليه؟ ولا المحكم اربيتريتور؟ خد بالك القاضي بيلعب نفس الدور، بس انا الاجابه هي المحكم. يبقى الاجابه 55 هتبقى دي. The arbitrator's award يعني ايه arbitrator's award يا رجاله؟ حكم التحكيم وحكم اللي صادر من المحكم. is A in both parties، هيبقى ايه بالنسبه للطرفين. تمام. And both must abide. يعني must abide؟ يجب أن يلتزموا. بالظبط. perfect. يجب أن يلتزموا بهذا الحكم والشروط اللي مكتوبة في الايه في الحكم. يلا. يبقى الـ arbitrator's award is A on both parts بالنسبة للطرفين. is final؟ نهائي ولا مش نهائي؟ نهائي. تمشي. طيب binding؟ binding. وملزم. طيب appealable؟ يعني ايه appealable؟ قابل للاستئناف؟ لا، قادر عام. انا جاوبها قادر عام. يبقى هو غير قابل للاستئناف، هو نهائي وملزم. يبقى الاجابه هتبقى A زائد B. A زائد B اللي هي الإجابة الأخيرة. دي. دي. A زائد B. ماشي؟ يلا 57 هتلاقوا السؤال هنا بس الإجابات ورا، ماشي؟ نقرا السؤال. The arbitrator's award final وبايندينج. حكم التحكيم ماله؟ نهائي وملزم. تمام؟ thus ولذلك. تمام؟ It will not be appealed. ما ينفعش نستأنفه. شو final وبايندينج؟ مش هنستأنف. قاعدة عامة. تمشي. الإجابة إيه تمشي؟ لسه ما اخترناش، بنجاوب كانه صح وغلط. B. It will not be further litigated. لن يتم التقاضي فيه بعد ذلك. يعني خلاص خلصت. لن نتقاضي مرة أخرى. تمشي برضو؟ يعني مفيش استئناف. طيب. Thus no injunctive relief will be sought. Injunctive relief معناها وقف التنفيذ. Injunctive relief معناها يلا وقف التنفيذ. يعني لا يجوز السعي لوقف التنفيذ. تمشي؟ لأن هو فاينل. فاينل. يبقى الثلاثة صح، يبقى الإجابة تبقى إيه؟ أول وثلاثة، لأن هو فاينل وبايندينج. أنا بجاوب على القاعدة العامة. هو القاعدة العامة إن هو فاينل وبايندينج، ما ينفعش نستأنفه، ما ينفعش نتقاضى تاني، الموضوع خلص، ما ينفعش توقف التنفيذ. تمام كده؟ يبقى الإجابة أول أوف ذا إيه؟ ذا أبر. ده اللي هي رقم 57 الإجابة دي. يلا 58. إيذر بارتي أي من الطرفين، تمام؟ ماي بيتيشن، يعني إيه بيتيشن؟ بيتيشن يعني شكوى أو يشكو، شكوى أو يشكو. تمام. ممكن يقدم شكوى للكورت، ذا كورت، بيتيشن ذا كورت، يعني مش هشتكي المحكمه، لا يعني هيقدم شكوى للمحكمه. تمام. تو هاف ذا اربيتريشن اوورد كونفيرمد، عشان يصدق او ياخد تاكيد على الحكم اللي معاه اللي احنا كنا قلناها اللي هي الاكزيكتيف ايه اوردر. تمام. فهو رايح لهم عشان ياخد الحكم يتصدق عليه كونفيرمد اند ميد ا جادجمنت اوف ذا كورت. خلاص. اف ذير از نون كومبلاينس، ورايح عشان ياخد حاجه من المحكمه او قرار من المحكمه، حكم من المحكمه يعني. خلاص. لو مفيش نون كومبلاينس، يعني نون كومبلاينس يعني الخصم مش ملتزم. الخصم يلا نون كومبلاينس يعني الخصم مش راضي ينفذ. نون كومبلاينس يعني عدم الاذعان، مش راضي ينفذ. تمام. باي اذر بارتي، ساعتها ذيس كيس از كونسيدر، هروح للمحكمه وهتديني قرار او حكم. ماشي. اسمه قرار تنفيذي. قرار يلا تنفيذي. تمام. اللي هو التصديق على حكم التحكيم. ساعتها بقى المسألة دي بتسمى ايه؟ النوع ده بيسمى ايه؟ This is considered as what؟ يلا. The arbitration award has been appealed. أنا رحت للقاضي، تمام، أنت محكوم لك بيها يا باشا من الأرض بتاعتك؟ ماشي، مؤكد من الأرض بتاعتك بس. ولا نظرنا في وقاعة، ولا نظرنا في دعوة، ولا نظر في أي حاجة، ودى لك تأكيد على طول. جاي حكم تحكيم سليم، أم يدي لك تأكيد على طول. يبقى هو كده استأنف؟ لا، مفيش استئناف. تمام؟ اثنين. بي. The court make new legal trial. كده المحكمة عملت محاكمة جديدة؟ لا. لا برضه. تمام؟ طيب. The court helps the party with executive order. كده المحكمة ساعدتك بإكزيكتيف إيه؟ بأمر تنفيذي، صح ولا غلط؟ صح. هي إيه دي الإجابة؟ ولا رانو ذا أباف؟ يا يبقى الإجابة هتبقى سي. ماشي؟ مهمة أوي 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 دي. أوي. يلا 59. Egypt
has focused on arbitration law. مصر بدأت تركز على فكرة التحكيم وقانون التحكيم ما كانش موجود لسه موجود قريب تمام. The end of the World War I من بعد الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى انتهت 1918 تمام، ولا the start of the World War II تمام، برضو ده من زمان جدا من 50-60 سنة، ولا منذ ان احنا انضمينا للورلد تريد اورجانيزيشن سنه 95 تمام. هي المعلومه دي كذا مره مش موجوده في الكتاب وتطلع لها من المحاضره ماشي. اول ما انضمينا لمنظمه التجاره العالميه بقى منظمه التجاره العالميه بتشجع كل الدول ان هي تتبع فكره التحكيم، هم معدلين القانون عندنا وخليناه بيبقى فيه امكانيه الايه؟ تحكيم تمام؟ طبعا مش سنه 2001 اعرفها الورلد تريد اورجانيزيشن بالتاريخ 95 World Trade Organization ماشي. 60 which of the following is considered as the main procedure principle. قبل ما نتكلم على الاجراءات كان في مبادئ في يلا زي العدل والمساواه والنظام العام والحاجات دي فاكرينهم؟ طيب ما نتكلم على المبادئ مش الاجراءات نفسها، ايه المبادئ اللي هنمشي عليها؟ يلا ان البروسيجرال رولز ان القواعد الاجرائيه ريليتد تو بابليك اوردر تتعلق بالنظام العام صح ولا غلط؟ صح تمام. طيب respect to the principle of equality سواء ذكر او لم يذكر في الاتفاق كده كده لازم يكون فيه ايه؟ سواء انت هتتكلم انا هتكلم، انت هتقدم ادله انا كمان هقدم ادله وهكذا يبقى في مساواه، سواء ده اتذكر في الاتفاق او ما اتذكرش دي مبادئ كده كده موجوده ماشي. C respect of the right of defense اجي ادافع نفسي قدام المحكم فالمحكم يقول لي لا يا باشا انت ما اتفقتوش ان انت هتدافع عن نفسك، سواء كتبنا في الاتفاق او ما كتبناش انا كده كده من حقي ادافع عن نفسي، امال بتقاضي ازاي؟ طب لازم ادافع عن نفسي بمحامي ولا ممكن امثل نفسي؟ التحكيم مرن ينفع بنفسي وينفع بمحامي ماشي؟ يبقى الثلاثه صح، يبقى الاجابه تبقى all of the above تمام؟ برضه البرنسبلز دي مهمه جدا 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 جدا، واما كان الامتحان بيجي مقالي كان بيعشق السؤال ده، هو اجابته صفحه ما تكملش نص صفحه في الورقه كمان تمام؟ بيعشق السؤال ده بيعشق الحته دي تمام؟ لان لما تتعامل مع دكتور تبقى فاهم دماغه خلاص؟ يلا 61 arbitration procedures الاجراءات بتاعه التحكيم start from the day اللي قلنا المدد مهمه، وبما ان المدد مهمه ما لازم اعرف المده دي بتبتدي من ايه؟ من امتى؟ يبقى لما باجي اذاكر المده بعرف هي كمان بتبتدي من امتى ماشي؟ يلا arbitration procedures start from the day يلا sending the arbitration request by the plaintiff ولا receiving the arbitration request by the plaintiff ولا receiving the arbitration request by the defendant ولا all of the above. كلهم متضاربين يبقى ما ينفعش all of the above. واحده واحده كده. احنا اتفقنا على التحكيم وبعدين حصلت المشكله جت توزيع الارباح احنا متفقين 60 40 قمت انت واكل الارباح كلها مفيش ليك حاجه عندي واللي انت قادر عليه اعمله. طلع ان كان في بند في الشراكه بيقول لو حصل ما بيننا مشكله في توزيع الارباح سنلجا للتحكيم. قمت باعت لك طلب بالتحكيم. انا بعته النهارده خلاص؟ كده الاجراءات بدات انا المدعي. الاجراءات بدات ولا ما بداتش؟ سندنج لسه بعت. لا لسه الاجراءات ما بداتش. لازم الطلب ده يوصل المدعي لما يستلمه بقى نبدا نعد الاجراءات يا باشا. تمام؟ وبالتالي سندنج ولا ريسيفنج؟ ريسيفنج. انا بعت الطلب كده انا عد الاجراءات ده ما عدش، التاني لسه ما يعرفش. يبقى الحكمه ان الاثنين لازم ايه؟ انا بعت التاني لسه ما عرفش. فمش هنبدا نعد الاجراءات الا لما المدعي عليه ايه؟ يستلم طلب التحكيم. وبالتالي الاجابه هتبقى ريسيفنج ذا اربيتريشن ريكويست. من مين؟ خد بالك ما الثانيه ريسيفنج برضه. مين اللي يستلم؟ المدعي عليه. يبقى الاجابه هتبقى سي ريسيفنج ذا اربيتريشن ريكويست باي ذا ديفندنت بارتي. باي ذا ديفندنت يلا. كام؟ 62؟ ماشي. ان ذا ابسنس اوف ذا اناونسمنت في حال غياب الاعلان. ماشي؟ ذا اربيتريشن ديسيجن. ماشي؟ could be invalidated ولا will always be right decision ولا could be invalidated ولا none of the above. ركز. اول واحده could not be invalidated يعني ما ينفعش نبطله. ركز. هو المقصود هنا ايه؟ انا مش هعلنك بالحكم مش ده المقصود. لو انت ما تعلنتش بالقضيه اصلا لم تعلن بالقضيه. لم تعلن بالقضيه. يعني مثلا معاد الجلسات انا ما اعرفش معاد الجلسات فما رحتش وما دفعتش وما قدمتش مستندات. وبعدين الاجراءات فضلت ماشيه وقاموا ظرفيني حكم وطلعوا عليا حكم. يبقى هنا انا صدر حكم مع ان انا ما اعلنتش بالاجراءات، ما اعلنتش بالجلسات، ما اعلنتش باللي بيحصل، ده المقصود، ماشي؟ ساعتها بقى الحكم نقطة 62 ها في حالة الابسنس اوف اناونسمنت، يعني انا ما عرفونيش اللي بيحصل، ما عرفونيش معلم الجلسات، ما عرفونيش حتى ان في تحكيم، تمام؟ وكملوا ومشوا مع نفسهم، ساعتها كود نوت بي انفاليديت لا يمكن ابطاله،
ولا يمكن ابطاله؟ يمكن ابطال الحكم، يمكن ابطال الاجراءات ان لم اعلن. يبقى في حاله غياب الاعلان انا ما عرفتش، فبالتالي ما جيتش، فبالتالي ما فيش مساواه، فبالتالي ما فيش حق الدفاع عن النفس، فبالتالي فكل ده يبقى باطل. فهنا ساعتها الاجابه الصح هتبقى سي اللي هي كود بي انفاليديتد. يعني كود بي انفاليديتد يمكن ابطاله، يمكن ابطاله. لان انا ممكن الحكم يعجبني، ممكن الحكم يعجبني، تمام؟ فساعتها سيبه. فانا كود بي انفاليديتد بناء على طلب. ماشي 63. يلا the arbitration is obligated. The arbitration is obligated to issue its decisions. تمام؟ ال arbitration commission ملتزمة بأن هي تصدر حكمها، تمام؟ from the starting date. from the يلا starting date. وفقا للمادة 45 من ايه؟ يلا. يعني هنا المفروض احنا الحكم بالاتفاق. هتحكم انت بالاتفاق. طب نسينا نتفق. او ايه القاعدة العامة؟ هو نمسك القاعدة العامة. في خلال كم شهر؟ 16 ولا؟ طب 12 ايه؟ 12 سنة ولا ويك ولا مانس؟ شهر. يبقى الإجابة تبقى دي. خلال 12 شهر. دي. في 12 كذا مرة. تمام؟ بالظبط. 12 مانس. 64. If there was no agreement. If there was no يلا. agreement. تمام؟ regarding the arbitration location. نسينا نتفق على اللوكيشن. مين اللي بيحدد اللوكيشن؟ احنا اللي بنتفق على اللوكيشن واللغه وكل حاجه. نسينا بقى نتفق على اللوكيشن. قلت السؤالين بتوع اول حصه، قلت مهمين. نسينا نتفق على اللوكيشن، نسينا نتفق على اللغه. مين اللي بيحدد لنا اللوكيشن؟ هيئه التحكيم. مين اللي بيحدد لنا اللغه؟ هيئه التحكيم. تمام؟ يبقى اذا if there was no agreement، ممكن يقول صيغه ثانيه، if there in absence of agreement. يعني ايه absence of agreement؟ يعني غياب الاتفاق. No agreement هي absence of agreement. يعني في غياب الاتفاق. Then نهدى بقى. Then it is in the hand. يعني ايه it is in the hand؟ يعني الكلمة دي يعني هتبقى discretion. يعني هتبقى يلا discretion. يعني ايه discretion؟ سلطة تقديرية. It is in the hand هتبقى في ايده، يعني سلطة تقديرية. تمام؟ discretion of mean to choose the suitable location. عشان يختاروا المكان المناسب. تمام؟ هنقول المفروض الاطراف. طب الاطراف نسوا. مين بقى اللي يختار؟ الكليمنت المدعي؟ هو ما اتفقش اصلا. طب هو اللي لوحده يختار؟ مش من حقه، المفروض بالاتفاق. طب الديفندنت يختار لوحده المكان؟ لا برضه. تمام؟ طب الجوديشال كوميشن القضاء هنا اللي هيختار؟ اروح للقضاء يختار لي ولا الاربيتريشن كوميشن؟ هيئه التحكيم يا باشا اللي هيختار المكان المناسب لينا كلنا. ماشي؟ يبقى هتبقى سلطه تقديريه في ايد هيئه التحكيم لو الاطراف نسوا. السؤال اللي بعده هو بس على اللانجوج. ماشي؟ يقول لك ايه؟ if there was no agreement regarding the arbitration language. معنى الكلام نسينا نتفق على ايه؟ اللغه. تمام؟ ساعتها then it is in the hand هتبقى في ايدي، في ايد مين؟ to decide which language to be used. اللغه اللي هنستخدمها؟ الكليمنت لوحده؟ طب الديفندنت لوحده؟ هم نسوا يتفقوا، يبقى مش من حقك لوحدك. تمام؟ ولا الاربيتريشن كوميشن؟ ولا شادي شريف؟ لا الجوديشن مش هيحدد لنا حاجه، هيئه التحكيم هي اللي هتختار اللغه المناسبه. تمام؟ اللي تناسب معظم الاطراف. يعني تبقى سلطه تقديريه في ايد هيئه التحكيم. يبقى نفس اللي بيمشي في فكره اللوكيشن هو نفس اللي بيمشي في فكره اللي يلا لا الاطراف هم اللي بيختاروا المكان وبيختاروا اللغه، نسوا يتفقوا، يبقى مين اللي يحدد؟ هيئه التحكيم. جميل. يلا 66. If there was no agreement between the disputed parties in Egypt. وركز. يقول لك اطراف متنازعه في مصر ونسوا يتفقوا. اطراف متنازعه فين يلا؟ في مصر. يعني هم مشكله حاصله في مصر ونسوا يتفقوا. تمام؟ ساعتها regarding the arbitration procedure. يعني نسوا يتفقوا على ايه؟ ما هي الاجراءات اللي احنا هنتبعها. تمام؟ يبقى نسينا هنا المره دي نتفق على اللوكيشن ولا اللانجوج ولا نسينا نتفق على الاجراءات؟ بالظبط نسينا نتفق على الاجراءات. Then the A should be followed. هنا بقى هنسيبها لهيئه التحكيم ولا في قاعده؟ طب المشكله فين؟ في مصر. واحنا نسينا نتفق على ما هي الاجراءات اللي هتتبع. نقوم رايحين لهيئه التحكيم مثلا تختار لنا الاجراءات الامريكي او الياباني؟ لا هنمشي على الاجراءات الايه؟ مصر. ليه؟ ماشي؟ لان المشكله في مصر. بديكي ملحوظه بنحترم مبدا الاقليميه. يعني المشكله فين؟ يبقى تطبيق قانون ايه؟ دي اسمها ايه؟ الاقليميه. بس ها؟ ما اعرفش سنه ثالثه. تمام؟ دي حاجات المفروض درستوها
ده المادة رقم واحد في القانون الجنائي وموجوده برضه في الماده الموجوده ان انا في بلد هطبق عين القانون انا في مصر هطبق يا بني تمام يلا يبقى احنا من حقنا كاطراف نزاع نتفق على اي قانون احنا عايزينه نتفق على ياباني المصري الامريكي كوستوباني باكستاني افغاني اي حاجه تمام ده بالاتفاق ده يلا طب نسينا نتفق والمشكله فين مصر طيب احنا اللوكيشن مهم المشكله في مصر طب وبناء على فكرة الإقليمية أنا في أنهي إقليم؟ في مصر يبقى اتبع الإجراءات المصرية تمام كده؟ تمام؟ يلا يبقى American Arbitration Procedure؟ لا طبعا اديها هيئة التحكيم؟ لا طب International Arbitration Procedure؟ لا طب Opinion of Arbitration Commission؟ هنمشي على مزاج هيئة التحكيم؟ تقول أنا قانون ياباني أو باكستاني؟ لا ولا يبقى قانون مصري؟ قال إن النزاع في مصر وصلت؟ يبقى دي فكرة الإقليمية أو مبدأ الإقليمية يبقى Egyptian Arbitration Procedure مهمة جدا 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 ماشي؟ طيب In the absence of the announcement to any party في حالة الغياب الإعلان في حالة الغياب الله؟ الإعلان تمام؟ The arbitration decision حكم التحكيم could be invalidated يجوز إبطاله تمام؟ This is considered as restricted to خلاص ده يعتبر إيه بقى؟ يعني أنا ما أعلنتش فمن حقيقة وبعدين فضلوا مكملين اجراءات 6 7 اجراءات وما اعرفش المواعيد واشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا وكملوا يعني مثلا اعلنت باول 3 اجراءات بعد كده الست اجراءات اللي بعد كده انا ما بروحش لان انا ما اعرفش ما اعلنونيش تمام كده فساعتها ممكن ابطل وصدر الحكم ممكن ابطل الايه الحكم لان بقالي 6 جلسات لا اعلن انا بقى لما اجي ابطل من حقي هنا ده بناء على ايه بناء على مبدا يلا رايت اوف ايكواليتي حق المساواه ولا right of defense ولا حق ان انا دافع عن نفسي ما هو انا لما ما اعلنتش يبقى كده ما فيش مساواه هو اعلن انا ما اعلنتش ما انت كده خالفت المساواه right of defense انا لما ما اعلنتش فمش هعرف اجي دافع عن نفسي يبقى انت كده خالفت ال right of defense ولا ال right of the commission لا بالعكس ده commission غلطت ما اعلنتش يبقى الاجابه هتبقى يلا A و B اللي هي الاجابه الاخيره D A زائد B انا كده بتخالف ال equality وبتخالف ال defense تمام؟ نهدى رجالة اللي بعده The issue of evidence is basically organized according to الأساس القاعدة العامة يقول لك basically يعني general basically يعني الله general تمام؟ فكرة التحكيم وقواعد التحكيم تمام؟ هتبقى ماشية على ايه؟ الـ evidence الأدلة يعني هنطبق قانون الإثبات المصري ولا قانون الإثبات الأمريكي ولا قانون الإثبات بالظبط تمام؟ بناء على defendant needs احتياجات المدعى عليه طيب arbitration commission هيئه التحكيم انا بقول القاعده العامه القاعده العامه basically ماشي ولا parties agreement ولا claimant opinion راي المدعي يبقى لا همشي على المدعى ولا المدعى عليه ولا همشي على هيئه التحكيم انا بسال على القاعده العامه يبقى القاعده العامه مين اللي يحدد القاعده اللي همشي عليها قاعده الاثبات parties كله بالاتفاق صح كده يبقى parties agreement اللي بعد It is up to the disputed parties to choose the evidence law لسه قايلينها بس هنقولها بصيغه ثانيه ماشي؟ القاعدة العامة بس لها استثناء خد بالك ها؟ يلا من حق أطراف النزاع إن هم يختاروا القانون اللي يلا الإثبات تمام؟ That will be applied by agreement كل ده لغاية هنا ده القاعدة الإيه؟ العامة ماشي؟ طيب however لو نسوا يتفقوا مين اللي يحدد قواعد الإثبات اللي هنمشي عليها؟ هيئة التحكيم تمام يبقى هنا دي عامله زي مين بالظبط لانجويج ولوكيشن تمام عامله زي لانجويج ولوكيشن لكن لو نسينا نتفق هاويفر ات از اب تو مين يعني في سلطه مين تمام سلطه تقديريه مين ان ذا ابسنس اوف اجريمنت في حاله غياب الايه الاتفاق احنا في 69 في حاله غياب الاتفاق هيبقى الكليمنت لوحده تمام ولا بارتيز اجريمنت دي القاعده العامه يعني انا بقول في حاله غياب الايه الاتفاق يبقى هنحددها بالاتفاق انا بقول لك اصلا هما فيش اتفاق هما نسوا تمام ولا الاربيتريشن كوميشن يبقى القاعده العامه بالاتفاق طب لو نسينا يبقى هي التحكيم هي اللي تحدد قاعده الاثبات ماشي If the Egyptian evidence law was chosen اخترنا قانون الاثبات المصري مش دي القاعده العامه يا باشا احنا هنتبع القوانين المصريه وهنتبع قانون الاثبات المصري ماشي وبعدين to be applied then its rule should be applied قواعدها لازم تيجي يلا مش احنا اخترنا القانون المصري يبقى يطبق القانون المصري otherwise والا تمام والا يعني لو حصل العكس the arbitration process will be يعني احنا اخترنا قواعد الاثبات المصري ام جيت محكم
مشن مع النظام الامريكي، مع ان احنا مختارين النظام الايه؟ مصر، تمام؟ ساعتها اذروايز والا انا لو حصل العكس، تمام؟ البروسيس بتاعت التحكيم هتبقى valid صحيحه ولا باطله؟ باطله، يبقى valid ما تمشيش، verified يعني مؤكده، ما تمشيش برضه، ولا voided. طب يعني ايه valid؟ valid يعني change، valid يعني يلا change، تمام؟ يبقى الاجابه الاضافه كانت بقى ايه؟ voided، سيتم ابطالها. voided سيتم ابطالها. The arbitration hearings يعني hearings جلسات تمام are conducted publicly علني من العلني قضاء العادي public litigation قضاء العادي ولا secretly من اللي بيبقى secretly mediation perfect تمام ولا privately يعني privately يعني لا يحضروا إلا أطراف النزاع بالتحكيم privately ولا باي ميديا اكيد لا الاعلان مش هيحضر خلاص لا مش من حقه يحضر بيحضر اطراف النزاع بس تمام الاعلان ممكن يحضر القضاء عادي الصحافه والجرايد والتلفزيون يروح يصوروا بس كانوا ممكن ده لكن في التحكيم لا ده ديليبريشن يعني ديليبريشن الحكم بعد المزاوله صح كده طيب ايه الحكم بعد المزاوله ده تمام المفروض ان احنا قدمنا كل الادله وقدمنا كل المستندات ووصلنا لاخر جلسه واصبحت القضيه مستوفاه للحكم يعني المحكم يقدر يحكم المحكم يقدر يلا يحكم تمام فبيقولوا للاطراف معلش كده بشكل على جنب ويروحوا خد بالك ده بيحصل في القضاء برضه القضاء لما بييجوا يناقشوا الحكم هيحكم لمين ضد مين بيناقشوا كده قدام الناس ولا بيروحوا في غرفه سريه اسمها غرفه المداوله خلاص نفس الكلام بيحصل في التحكيم تمام برضه المحكمين بيقوموا رايحين في مكان سري ويقعدوا هما يتناقشوا يبقى لما نقول سري يبقى مش هيحضر المحكمين بس تمام يبقى الديليبريشن المداوله ها بابليكلي لا ولا سيكريتلي طب تمشي برايفتلي لا برايفت يعني اطراف النزاع حضروا احنا بنقول سيكريتلي يعني المحكمين بس هما اللي هيحضروا ماشي يبقى سيكريتلي 73 يلا نعبر الكنات يلا ذا اربيتريشن كوميشن شود بي هيئه التحكيم مره ممكن يقول لك المحكم ممكن يقول لك هيئه التحكيم وممكن يقول لك القاضي السؤال ده جاي لك ماشي يلا يقول لك ايه هل لازم هيئه التحكيم تكون نيوترال تمشي بارشل تمشي اندبندنت تمشي يبقى عايز ثلاث حاجات تمام طلب ولا ايه تمام ماشي يبقى الثلاث حاجات معانا اول ده بقى السؤال ده انا احلم بيه يلا اللي بعده 74 فاندامنتالي جنرالي بيزيكلي خلاص يعني القاعده العامه بيتكلمنا عن القاعده العامه فاندمنتال هي جنرال هي بيزيكلي تمام ده ايه هاز تو كولكت ذا ايفيدنس مينز القاعده العامه مين اللي المفروض يلم الادله البينه على من البينه الوطني على من ايه الدعي يبقى القاعده العامه مين اللي المفروض يجمع الادله المدعي تعال ندور على المدعي بقى ماشي يلا بيقول لك ايه كاونتر بارت الخصم كلمه كاونتر بارت مقصود بالخصم يعني المدعي عليه يبقى ما تمشيش الانمي الخصم الديفندنت المدعى عليه كل ده بيعبر عن نفس المعنى تمام ولا الكليمنج بارتي اللي هي يا كليمنت اللي هي يا بلينتف اللي هي يلا بلينتف يعني ايه اللي هو ايه يلا المدعي اللي ادعى شيء يبقى هو اللي يجيب الايه الدليل ودي قاعده عامه تمام وقفنا عند 75 يلا فاندمنتالي جنرالي بيزيكلي كل ده برضه بمعنى القاعده العامه The claiming party, الطرف المدعي A, his counterpart بالنسبة للخصم بتاعه to show or present a specific document under his control. القاعدة العامة. هل أقدر أجبرك إنك تطلع الورق اللي معاك؟ ولا ما أقدرش؟ القاعدة العامة ما أقدرش. يبقى can ask ولا can not ask؟ can not ask. أنا هنا بجاوب على القاعدة العامة. ولو ما حددش وما قالش كلمه جنرال ولا بيزك ومش مبين هي قاعده عامه ولا استثناء يبقى الجواب برضه على القاعده العامه ماشي؟ يعني مش لازم يظهر لي كلمه جنرال انا كده كده بجاوب على القاعده العامه الا لو وضح لي ان في استثناء ماشي؟ 76 يلا فاندمنتالي ذا كليمنج بارتي هاز تو كولكت ذا ايفيدنس مين عارفينها ها قاعده عامه الكليمنج بارتي الطرف المدعي هو لازم يجمع يلا اهو بدا هنا يخش في استثناء اهو صح؟ ماشي ولكن وبالرغم من ذلك a disputed party can order his opponent يعني opponent الخصم المدعي عليه بتاعه تمام يلا ممكن يأمر الخصم to show a specific document in arbitration ممكن يجبر الخصم ان يقدم دليل موجود مع الخصم
وانا بتكلم هاويفر يبقى ده ايه؟ هاويفر يبقى ايه؟ استثناء. انهي بقى حاله؟ بص كنت بشرحهم لكم من شويه تمام؟ يلا بينا. ايه عندنا حالتين او مثالين. يلا ايه؟ If there was an agreement between the concerned parties. احنا متفقين خلاص ان في اي وقت اي حد يقدر يجبر التاني. خلاص يبقى في اي وقت اي حد يقدر يجبر التاني لان كله بالايه؟ بالاتفاق. الاتفاق دايما بيمشي اي حاجه هنا تمام؟ لو احنا متفقين من الاول ان من حق اي حد اثناء الدعوه اجبرك تطلع الورق اللي معاك واجبرك تطلع الورق اللي معايا يبقى من حقنا نجبر بعض نطلع الورق الايه؟ مع الخصم تمام؟ اثنين. If the Egyptian law خلاص will be applied in some cases. بيقول لك لو احنا بنطبق القانون المصري ينفع في بعض الحالات. ينفع يلا؟ الحالتين اللي كنا لسه بنشرحهم من شويه اللي هم الدفتر واللي هو كان استند على ورقه قبل كده. فاكرين المثالين؟ فانا بيقول لك لو القانون المصري بيتطبق في بعض الايه؟ الحالات. يعني ان القانون المصري بيسمح ببعض الاستثناءات. تمشي برضه. ولا سي all of the above؟ all of the above. لان all of the above هنا سي بتعبر عن ايه زائد بي. كل ما صبك هنا A زائد B ماشي؟ فده كده هنا C. A يعني بالاتفاق و B دي اللي احنا عندنا مثالين اللي كنا لسه بنقولها ماشي؟ جميل. 77 يلا. According to A Egyptian evidence law تمام؟ وهنا انا بسألك في مادة صريحة وقلت أرقام المواد حفظ ووارد جدا يجيبكم أسئلة في المواد والمنهج كله اللي مطلوب منك ما يكملش 10 مواد حفظ تمام؟ المادة كام؟ دي المادة اللي بتقول استثناءات ها؟ مهمة وأنا بشرحها قلت عليها مهمة. It is possible to ask the other party or not قول للطرف الاخر باشا طلع الكوبي بوك طلع الدفتر التجاري اللي معاك conflict between traders في حاله المنازعه ما بين الايه؟ التجار or if it was shared document يعني ايه shared document؟ يعني كانت وثيقه مشتركه between the dispute parties وهو كان استند عليها قبل كده ساعتها انا بستند على الكلام ده على الماده كام؟ 20 ماده 20 ماده 20 اللي بتقول الاستثناءات دي ماشي؟ According to Article 20 ممكن اعكس لك بقى يكون جايب لك الماده ويسالك على ايه اللي فيها ماشي؟ According to Article 20 Egyptian evidence law تمام؟ It is possible to ask the other party to present the copy book ان انا اجبره ان هو يطلع الدفتر التجاري اللي معاه في معاملات التجار تمام؟ يلا if it was a shared document طالما هي وثيقه مشتركه ما الدفتر التجاري ده انا كده اشتريت منك بضاعه كان ب 10000 خد 5000 هات البضاعه وهجيب لك 5000 الاسبوع الجاي فانت بتقايل عندك فين؟ في الدفتر. فاصلا فكره الدفتر التجاري مبني على فكره ان هو وكانه في معاملات مشتركه، في وثيقه مشتركه هنا وفي معاملات يلا مشتركه، يبقى تمشي صح. If the enemy if the enemy انا اقدر اجبر الانمي ده لو كان dependent on that document كان استند على الورقه دي قبل كده تمام؟ during the arbitration stage اقدر اجبره يطلعها تاني؟ اه مش هو كان طلعها مره بمزاجه؟ فاقدر اقول له طلعها تاني. فهمتوا؟ السيناريوين؟ كنا بنشرحهم تاني من شويه مهمين جدا جدا جدا. يلا 79 sometimes the waiting might make final arbitration لو احنا استنينا كتير هيخلي الفاينل ديسيجن بتاع الايه؟ الاربيتريشن useless. يعني فاكرين زي كنا بنشرحها؟ هنا هنبدا نتكلم على temporary measures والtemporary يلا decision عشان كده صممت اشرحهم لكم. يقول لك لو استنينا البضاعة مرمية في الشارع والمفروض تتحط في الثلاجات وبنتشكل على بضاعة فاكهة ولحمة لو سابت شهرين ثلاثة أربعة هت إيه؟ هتبوظ. فلو استنينا الحكم وأنا اتحكم لي بالعدل رحت لقيت البضاعة بايظة يبقى الحكم كده بقى يوسلس الحكم بقى يلا يوسلس. أحيانا لو استنينا الحكم مش هيبقى له لازمة. That is why the Egyptian arbitration law according to قانون التحكيم المصري سمح بس بناء على إيه؟ خلاص المادة كام؟ made it possible خلى من الممكن for the two disputed parties بالاتفاق to agree to enable arbitration commission ان هي تتخذ temporary measures متشدده لازم يكون بالايه؟ يعني القانون سمح لي بالاتفاق مع ان مين المفروض يعمل كده اصلا؟ القاضي المستعجل اللي هو اللي اسمه الهاستي شاديشا الهاستي يلا بس احنا ممكن نتفق ان احنا ندي القدره دي للمحكم ان هو يصدر الاجراءات التحفظيه بدي الماده كام؟ ما تعرفش تحفظ لي الاثنين في نفس الوقت ما تقعدش تقول التمبرري ميجرز 24 التمبرري ديسيجن 42 خش هتخبط في البرسيم على طول تمام؟ على طول انت فهمت الاثنين احفظ واحده بس التمبرري ميجرز التمبرري ميجرز التمبرري ميجرز يبقى الثانيه العكس بس يبقى كده هتطلع تمام؟ انت بتحفظ واحده بتعكس ماشي؟ لما تحفظ حاجتين في نفس الوقت وفي جواب بتتلخبط فانت بتحفظ واحده بتعكس تمام؟ يلا بينا نرجع موضوعنا. According to the Egyptian arbitration law, Article 24,
It is possible for the two disputed parties to agree من حق الأطراف إن هم يلا بالاتفاق agree to enable ندي الحق للأربيتريشن كوميشن لهيئة التحكيم to take إيه؟ إن هم يتخذوا إيه؟ يعني when it is required يعني when it is required؟ يعني بالاتفاق وبناء على طلب ماشي؟ request من حقه إن هو ياخد يلا إيه؟ ها نقول المادة 24 يبقى 24 يا مين؟ temporary ماشي؟ اللي هي فيها تشدد ها؟ عشان كده لازم بالاتفاق. 81 in the absence of the agreement on the temporary measures نسينا نتفق على الموضوع بتاع temporary measures نسينا خلاص؟ ساعتها then the commission ايه temporary measures؟ تقدر can take ولا may take ممكن ولا cannot؟ cannot طبعا. هي التحكيم ما تقدرش تاخد temporary measures الا بالاتفاق ماشي؟ اي سؤال هيجي لك في الحته دي بعد الحته دي هشرحها لك وبعد كده انت تعرف تحل تمام. It is possible انه 80 يبقى 81 الاجابه سي 81 الاجابه ايه سي ما يقدرش الا بالاتفاق لازم يكونوا متفقين تمام. It is possible for the arbitration commission according to request من حق هيئه التحكيم بناء على request بناء على طلب from one of the party even حتى in the absence of دايما من الكلمات اللي تاخد بالك منها قوي دي ايفن حتى ها في غياب الاتفاق. لو نسينا نتفق هل يقدروا يتخذوا تمبرري ميجرز؟ هو بيقول لك ينفع حتى لو نسوا يتفقوا. هو مين ده اللي ينفع حتى لو نسوا يتفقوا؟ تمبرري ديسيشنز تمام؟ وبالتالي الاجابه هتبقى هنا بي 82 الاجابه بي اللي هي تمبرري يلا ديسيشنز بي مش اي حاجه اي وبي يبقى خدها تمام؟ هو في اي وبي ايه؟ في ناس بتحبها اول اوف ذا اباف يبقى اكيد اول اوف ذا اباف لا مش لازم خالص تمام. يبقى انا الاجابه تمبرري ديسيجن 82 اكوردنج تو ايه ماده كام من الاربيتريشن لا خلاص. ات از بوسيبل فور ذا اربيتريشن كوميشن اكوردنج تو ريكويست بناء على طلب ايفن ان ذا ابسنس اوف اجريمنت تو تيك تمبرري ديسيجنز. يبقى بنتكلم عن ديسيجنز الماده 42 يبقى النقطه رقم 83 اجابه بي اللي هي هتبقى article 42 مادة 42 إجابة B. Sometimes the one party reject أحيانا أحد الأطراف reject a temporary order of arbitration. لما نقول temporary order يبقى هي مين في دول؟ decision بالظبط يعني ممكن أقول على temporary decision temporary يلا order ماشي هي هي. فبيجي يقول لك إيه؟ في بعض الحالات أحد الأطراف هيرفض التمبرري اوردر اوف اربيتريشن. In that case وفي هذه الحالة ال benefiting party from the temporary order اللي هو التمبرري ديسيجن حتى انا موضحها لك هنا تمام. Might ask the court to offer him نفس الفكرة بالظبط. هو انا المرة دي معايا حكم نهائي ولا حاجة مؤقتة؟ المحكم حكم مش حكم نهائي خلاص ده ادانا temporary order زي مثلا اثناء الدعوة مشغلة باشا الحاجة اللي انتوا بتتشكلوا عليها دي لازم يتعين عليها حارس. باشا الحاجة اللي انتوا بتتشكلوا عليها دي لازم تتعين في الثلاجات. لسه لا حكمت هي بتاعة ده ولا بتاعة ده، يعني الحكم النهائي ما ظهرش، احنا بس بنحكم أو بندي قرار مؤقت، قرار يلا مؤقت. التاني بقى رخامة وغلاسة مش راضي يوافق بالتنفيذ، هي البضاعة تحت إيده، هو مش راضي يحطها في الثلاجات، لأنه عارف إن هو كده كده إيه؟ هيخسر. فعايز الحاجة تبوظ. فأنا عايز الحاجة تتحط في الثلاجات ومعايا قرار مؤقت، معايا يلا؟ قرار مؤقت بان احنا نودع البضاعه دي في الثلاجات مش عارف انفذه والتاني البضاعه تحت ايده مش عارف انفذه اعمل ايه. اروح للقضاء العادي يديني عليه اكزيكتيف اوردر بعرف انفذه تمام. دي الصيغه التنفيذيه اكزيكتيف اوردر اكزيكتيف يلا اوردر تمام. اللي تبقى الاجابه بي 84 الاجابه بي. يلا خلاص قربنا نخلص 85 وي شود منشن ذات لابد ان احنا نذكر ان جيفنج باي اجريمنت يعني هندي لهيئه التحكيم بس بالايه؟ بالاتفاق ذا رايت تو تيك تمبرري ميجرز يعني هنسمح لهيئه التحكيم ان هي تتخذ اجراءات تحفظيه متشدده دي ما بتجيش الا بالايه؟ بالاتفاق تمام؟ ساعتها ايه بقى؟ خلاص ميجرز ذا رايت تو تيك تمبرري ميجرز ايه تيكينج تمبرري ميجرز؟ ركز ده هيمنع نقرا الاجابات يلا احنا اتفقنا احنا امام التحكيم واتفقنا ان المحكم من حقه ياخد اجراءات تحفظيه يلا متشدده زي منع في التصرف ومنع تحويل الاموال للخارج والحاجات اللي فيها تشدد دي تمام. ساعتها بقى يبقى انت كده بتبريفنت ذا هاستي جاديشري
بتمنع القاضي المستعجل من ان هو كمان يتخذ اجراءات تحفظيه، ولا لسه القاضي المستعجل معاه الحق؟ لان هو الاصل مش معنى ان احنا اتفقنا ان المحكم من حقه يتخذ اجراءات تحفظيه ان احنا كده منعنا القضاء. يعني ممكن اثناء التحكيم هو شغال مع ان احنا متفقين واحد فينا يقدم الطلب للمحكم او يروح يقدم الطلب لمين؟ للهاستي جاديشري. مين الهاستي جاديشري؟ القضاء المستعجل. يبقى ما زال القضاء المستعجل من حقه يصدر الاجراءات التحفظيه. يبقى دي ما تنفعش، انا مش هقدر امنع القاضي المستعجل. اكسكلود ذا هاستي جاديشري، هنستبعد الهاستي جاديشري؟ لا برضه. ولا doesn't prevent. انت ما كده ما بتمنعش، مش معنى ان انت اتفقت ان المحكم معاه هذا الحق يبقى انت منعت القضاء المستعجل. القضاء المستعجل هو الاصل وسيظل يحتفظ بامكانيه اصدار القرارات الايه؟ التحفظيه. يبقى doesn't prevent، انت كده ما بتمنعش القاضي المستعجل. مثال عشان نفهم، احنا الاثنين اتفقنا ان المحكم من حقه يصدر اجراءات تحفظيه. خلاص؟ يبقى يعمل ايه؟ بالاتفاق. اثناء الدعوه وهي شغاله بتشكل على شويه فلوس وتوزيع ارباح، قمت انا رايح للمحكم قلت له يا باشمهندس غل لي يده كده، انا مش عايزه يحول فلوسه بره مصر. هي تشدد اهي انها متصرف في امواله. فقام المحكم حاكم لك، يلا الشروط تتحقق ولا مش تتحقق؟ في اتفاق؟ في ايه؟ طلب. حلو، سيناريو تاني. اتفقنا وكل حاجه، بس بعد ما اتفقنا قمت انا رايح اقدم الطلب بتاع غل اليد ومنع التصرف ومنع تحويل الاموال من الخارج، قمت رايح مقدمه امام مين؟ القضاء المستعجل. مع ان الدعوه شغاله امام الايه؟ التحكيم. الفلوس بتاعتي ولا بتاعتك مين اللي هيحكم بكده في الاخر؟ التحكيم. التحكيم هو اللي هيديني حكم نهائي، بس عايز امنعه التصرف مؤقتا. فقمت رايح، مع اننا متفقين، قمت رايح للقضاء المستعجل. ينفع؟ ينفع. ما تقدرش تمنع القضاء المستعجل لان هو صاحب الحق الاصيل، تمام؟ There are some presumed guarantees. يعني ايه presumed guarantees؟ يعني ضمانات مفترضه سواء ذكرت او لم تذكر انت كده كده بتتمتع بيها، تمام؟ ضمانات. For the parties that need no mention. Need no mention يعني مش محتاجين ايه؟ ذكرها في الاتفاق، كده كده انت بتستفيد بيها. In the arbitration agreement such as equality. هل انا كده كده بستفيد بالايكواليتي؟ طب نسينا نجيب سيره الايكواليتي بالاتفاق، برضه هستفيد بالايكواليتي، يبقى تمشي. طب هستفيد بالديفنس رايت؟ هستفيد بالديفنس رايت؟ تمام؟ طبعا هستفيد بالديفنس رايت سواء ذكرت او لم تذكر حتى لو نو منشن، تمام؟ يبقى تمشي برضه. ولا يلا A و B ولا نو نفز اباف؟ A و B. الاجابه C اللي هي A زائد B. الاجابه في 86 هتبقى C اللي هي A and B، تمام؟ 87 according to article 38، تمام؟ وفقا للماده 38 اربت اختصار، يبقى arbitration A law. The arbitration could collapse، ممكن ينهار او stoppage، كولابس او يلا stoppage، ممكن تنتهي وتقف عمليه التحكيم وما نكملش، ده المقصود. كولابس يعني stoppage، ماشي؟ down in the cases mentioned in article 130 في القانون الاجراءات المدنيه. القانون الاجراءات المدنيه بسببه بيحدد لي ثلاث حالات الدعوه بسببهم بتقف، تمام؟ وده موجود في القضاء العادي، يعني نفس الكلام ده لو انت امام القضاء العادي والحاجات دي حصلت برضه الدعوه هت ايه؟ هتقف، تمام؟ يبقى هنا قانون التحكيم بيعمل احاله للقانون الاجراءات الايه؟ المدنيه، ماشي؟ بيقول ايه بقى الاجراءات المدنيه؟ الدعوه هتقف، الدعوه هتبوظ، الدعوه مش هتكمل. كولابس يعني هتنهار. لو في حاله يلا ذات ار ديث of one party هتكمل مع مين؟ يبقى مات انتهى، يبقى خلاص الدعوه وقفت، ماشي؟ اثنين the loss of litigation capability، الشخص اللي انت رفع عليه قضيه فقد الاهليه، بقى مجنون دخل مستشفى المجانين، يبقى برضه مش هعرف اكمل معاه، تمام؟ ثلاثه the demise of representative attribute، انقضاء صفه الولي، انقضاء صفه يلا انا مختصم واحد عيل صغير عنده سنه ولا سنتين املاكه ومختصم الولي، والولي ده فقد هذه الايه؟ الصفه. فهنا الدعوه للتحكيم بتقف، دعوه التحكيم يلا بتقف. لو جه ولي جديد بقى ممكن ابقى اتفق من جديد مع الولي الجديد ونرجع للتحكيم مع الولي الجديد، ده ممكن، بس المهم ان الدعوه الاولانيه مالها؟ وقفت. ماشي؟ ولا اول اوف ذا اباف؟ اول اوف ذا اباف اربيتريشن ستوبج، انكسب يلا اربيتريشن ستوبج في حاله الستوبج او كولابس لو حصل حاجه من الحالات دي، تمام؟ وعلى فكره مهمه جدا وانتوا بتذاكروا، علموا عليها مهمه جدا 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 فكره الستوبج والكولابس. باي ذا واي هم ست حالات بس اللي مذكور في القانون المدني هنا كام حاله؟ ثلاثه، في ثلاث حالات كمان، ماشي؟ ان كيس اوف اربيتريشن وعامل لهم مايند ماب وعامل لهم رسمه ومشروحين، تقدر تروح تتفرج على الفيديو، مش تقدر تتفرج عليه كله، اخر 10 دقائق في الحصه، تمام؟
in case of arbitration process stoppage it a يلا يعني خلاص حصل حق مات الشخص اللي انا في تحكيم ما بيني وما بينه او فقد الاهليه هل هنحتاج require decision from the commission يعني لازم هيئه التحكيم تطلع تقول هنوقف لا مش محتاج الكلام ده ولا require decision from the court اروح بقى للقضاء العادي اقول له وقف لي التحكيم برضه لا ولا happens الوقف الكولابس الستوبج happens automatically يحدث تلقائيا دون الحاجه لصدور قرار او صدور ايه حكم يعني هنا وقف اسمه وقف تلقائي ولو حصل اللي كنا لسه بنفترضه من شويه جم الورثه بقى الشخص وعايزين يكملوا وشايفين ان هم ممكن يكسبوا بس لازم بموافقه كل الورثه يكون معاهم اعلام ورثه كلهم يوافقوا ان هم يكملوا ممكن هنا نكمل تمام لو كل الورثه اتفقوا ان هم يكملوا ماشي ده نعتبره استثناء اللي بعد in case of arbitration stoppage هي يا break down او collapse يبقى stoppage هي يا يلا break down هي يا collapse في حالة إيقاف الدعوة أو وقف الدعوة تمام؟ all dates كل التواريخ الراجل مات النهاردة مثلا ماشي؟ المدعي عليه مات النهاردة all dates will be stopped كل التواريخ هتقف وكل التواريخ معناها أي تواريخ يعني سنقول إيه؟ هنتقابل مرة كل أسبوعين هنتقابل مرة يوم السبت من أول كل شهر هنتقابل يوم واحد في الشهر خلاص وقف يا باشا كل الكلام ده يقف تمام؟ automatically and any procedure taken during that stoppage واي اجراءات سيتم اتخاذها في فتره الايقاف يعني احنا وقفنا من النهارده قلنا بقى كملنا جلسات عادي يا عم الراجل مات لا لا كمل قد في قد تمام كمل بس خلاص ماشي فاي اجراءات سيتم اتخاذها اثناء الوقف خلاص الاجراءات دي هتبقى valid صحيحه عشان القضيه واقفه تمام ولا رايت لا ولا invalidated يجوز ابطالها تمام او باطل يجوز ابطالها لان ممكن الورثه يجي يقول لك يلا نكمل بناء على موافقه الورثه ماشي اهملهم الورثه تمام يلا 90 يبقى في 89 سي invalidated الاجراءات دي يجوز ابطالها يجوز يلا ابطال تمام in case of arbitration stoppage or breakdown نفس الكلام stoppage هي يا collapse هي يلا breakdown all dates كل التواريخ will be stopped وany procedure taken during the stop واي حاجه هتحصل اثناء الايقاف في الفتره اللي احنا واقفينها الاجراءات دي هتبقى عاملها ويبقى يلا invalidated where the invalidation happens automatically happens يلا automatically تمام هيحدث تلقائيا هيحدث يلا تلقائيا يعني خلاص الوقف تلقائي والاجراءات هتقف تلقائي لو المحكم تنح والطرف الثاني اللي لسه عايش تنح وكمل الاجراءات اللي هنكمل فيها دي هتبقى باطله ولكن هل البطلان ده من النظام العام ولا بطلان عادي؟ عادي ليه؟ لان الورثه ممكن يجوا عارفين لو كان من النظام العام بطلان نظام عام كان ساعتها حتى لو الورثه جم وحتى لو الورثه وافقوا ان هم يكملوا مش هو بطلان من النظام العام يبقى لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه لكن هو مش نظام عام وعشان كده استثناء ممكن الورثه يجوا ايه؟ يكملوا تمام؟ يبقى اذا البطلان هنا البطلان هنا It is a public order invalidation بطلان من النظام العام؟ لا. And it is judicial invalidation يعني هروح للقضاء عشان هو اللي يبطل لي؟ لا. But it is not public order invalidation ولكن ده ليس من النظام الايه؟ العام. وعشان كده الورثة ممكن يكمل تمام؟ يبقى الإجابة هتبقى سي، الإجابة هتبقى يلا سي 90 91 According to the Egyptian arbitration law enmity يعني enmity الخصومة الاختصار مش الدعوة نفسها ها is stopped هتقف if arbitration commission found that the issue mentioned مش احنا قلنا في ثلاث حالات مذكورين في القانون المدني تمام اللي هم كانوا واحد فاكرهم وفاة احد الاطراف او فقدان الاهلية خدهم كده زي بعض ما هو مات وفقد الاهلية كانه مش موجود هو موجود جثة بس فقد الاهلية تمام او الوالي فقد الايه صفة دول الثلاثة دول جايبينهم منين من مدني من الاجراءات المدنيه في حالات بقى مش مكتوبه في الاجراءات المدنيه احنا قلنا هم ست حالات في حاله كمان حاله بتوقف الدعوه ان التحكيم يجي يقول لك الله الحته اللي قدامي دي مش اختصاصي ماشي ان الدعوه كلها انا جاي اتشاكل معاك على توزيع ارباح ماشي تعالى يا باشا الاتفاق انا جاي اتشاكل معاك الارض دي لا بتاعتي لا الارض دي بتاعتك ماشي انا جاي التحكيم كله بالايه بالاتفاق طب انا جاي ارفع عليك قضيه كل اللي بينا حاجه واحده بس ان انا بدعي ان في عقد ما بينا وان الامضه بتاعتك مزوره
بس كده، مفيش اي حاجه تانيه في الدعوه. يعني الدعوه كلها وجوهرها تنصب على الادعاء بالتزوير. ساعتها هيئه التحكيم تقول ايه؟ وقف الدعوه يا باشا، انا غير مختص، مش حتتي، مش بتاعي، انا مش مختص بالكلام ده، مش مختص بالتزوير. تمام؟ وبالتالي ممكن هنا هيئه التحكيم تقول لك اوت اوف اتس تينير، اوت اوف اتس يلا تينير، اوت اوف اتس تينير يعني اوت اوف اتس جوريسديكشن، اوت اوف اتس تينير، تينير هنا معنى يلا جوريسديكشن، اكيد كلنا عارفين جوريسديكشن، بس باكد يعني خارجه عن اختصاصها. زي ايه بقى كده؟ حاله ان تيجي الهيئه التحكيم تقول لك وقف يا بلحاج، وقف نزلني من هنا، هو مش مكمل، الموضوع ده بره اختصاصي. هيئه التحكيم هنا لو كان كليمنج دامج، ادعاء بالتعويض او الاضرار، طب كليمي كومبنسيشن، ادعاء التعويض، ولا كل ده في اختصاصهم عادي، تمام؟ ولا كليمينج فورجري، ولا كليمينج كاباسيتي، ادعاء الاهليه او عدم الاهليه، يبقى كليمينج فورجري. الحته اللي هيئه التحكيم توقف وتقول ده مش اختصاصي هي ليه يلا؟ ادعاء التزوير. واقف يا باشا بقى، روح بقى امام القضاء العادي، روح امام النيابه، تبقى شبهه جنائيه مش اختصاصي، ماشي؟ يلا 92 بيقول لك ايه؟ A of arbitrator، خلاص حاجه بالنسبه للاربيتريتور بتعني، يبقى ده تعريف، قلنا من الحاجات المهمه واحنا بنذاكر هي التعريف. بتعني that he اللي هو المحكم نفسه doesn't follow any of the disputed parties، لا يتبع احد الاطراف، يعني لا بيتبع ده ولا هو تبع ده، لا هو قريب ده ولا هو قريب ده، ولا يعرف ده ولا يعرف ده، doesn't follow، لا يتبع ده ولا ده، يبقى معناها هنا ايه؟ مستقل، تمام؟ استقلاليه. اندبندنس يبقى تبقى بي. طب ديبندنس يعني ايه؟ عكسها، تبعيه اكيد لا، خلاص. طب ريبافنج يعني ايه؟ رد، ان انا ارد، وفي رد القاضي برضه، ما اعرفش انت خدتوه في المرحلات ولا لا. اه طبعا طبعا، ماشي. المهم، وعلى فكره في تشابهات واختلافات ما بين رد القاضي ورد المحكم، ماشي؟ في تشابهات واختلافات. يلا يبقى الاجابه هنا في 92 هتبقى اندبندنس، الاجابه يلا اندبندنس. 93 عايز تسأل على حاجة؟ تمام؟ يلا ده ايه؟ if it was proved، عشان ده بس حبيبي افرض انا بحب اركز معاك، ماشي. if it was proved، لو انه ثبت حاجة، يعني لو تم اثباتها، will give the concerned party، هتدي للطرف الايه يلا؟ المعني the right to rebuff. يبقى من حاجة كده لو ثبتناها اعرف ارد المحكم او ارد القاضي، تمام؟ ده اربيتريتور، احنا طبعا بنتكلم عن المحكم. ده ريباف، ده اربيتريتور. يلا. The existence of dependence، وجود التبعيه. اه وجود التبعيه يعني مش مستقل، تمشي، تمام؟ طيب absence of impartiality، غياب الحياديه، يعني مش محايد، تمشي، خلاص يبقى صح. طيب the existence of independence، وجود الاستقلال. لا مش عارف، لو هو مستقل مش هتعرف ترده. وبالتالي الاجابه هتبقى ايه؟ وبي. يبقى لازم شرطين، لازم القاضي هنا يكون مستقل ومحايد، مستقل ويلا، او المحكم يكون مستقل ومحايد. والدكتور لما بيجي يقولها في المحاضره بيشترط ثلاث حاجات، خد بالك. اللي هي يلا اندبندنت وامبارشال، وبيزود عليها واحده ثالثه اللي هي نيوترال. هو رايه كده. مع ان نيوترال هي امبارشال. تمام؟ طيب هل لازم الاثنين؟ لازم اثبت ان هو مش مستقل ومش محايد، ولا واحده تكفي؟ واحده تكفي، واحده بس كفايه، تمام؟ تديله في نص دماغك، يلا. يبقى ايه زائد بي؟ ايه ده؟ يلا بي. 94 according to a decision issued by supreme court، من المحكمه الدستوريه العليا، ممكن تجي لي اختصار في المحافظين الاختصار بتاعها اللي هو اس سي سي، في سنه 2000 صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا، وطالما صدر حكم يبقى في حاجه يتم الغائها، عدد دستوري نص ما، ماشي؟ يبقى نص تم الغائه. ساعتها ذا ريباف ريكويست، طلب رد المحكم. تو بي دايركتد هاز تو، يعني يجب ان يتم دايركتد توجيهه او تقديمه لمين؟ تو زمين؟ عشان نضمن الامبارشياليتي ونضمن الحياديه. الطلب هيتقدم، خد بالك هقول بعد الحكم، وفقا للحكم، يبقى هيتقدم لمين؟ جوديشري. طلب رد المحكم بيتقدم لمين يلا؟ للقضاء. جوديشري ولا اربيتريشن كوميشن ولا بلينتف وديفندنت؟ خرج البلينتف والديفندنت بره الموضوع، مش هم اللي هيحكموا. خلاص؟ انا هقدم طلب رد المحكم لمين يلا؟ للقضاء. يبقى نفرق ما بين زمان ودلوقتي. تمام؟
يلا. في الاول قبل سنه 2000 انا عايز ارد المحكم. المحكم مش محايد، المحكم مش مستقل، فانا عايز ارده امشيه ونجيب غيره. فده بعمله ازاي؟ فبروح لنفس المحكم اقول له انت مش عاجبني يا انا بقدم طلب ليك انت مشي نفسك. خلاص كده؟ مين كان بيقول كده؟ قانون التحكيم، مين كان بيقول كده؟ لا. فانا رايح اختصم مين؟ المحكم. وبقدم الطلب لمين؟ المحكم نهاية التحكيم. فده كان مش منطقي لانه هو كده خصمه ايه؟ محكم. فده مش هيبقى محايد. هنا المشرع كان بيدور على ايه؟ عايز الانجاز. انجز. السرعه، كفاءة، اللي هي السرعه، تمام؟ قال لك يا باشا خلينا سيبنا في دقيقنا كله في التحكيم، والمحكم يقول هو اللي يقعد ولا ايه؟ لا يمشي. يبقى هنا المشرع بالقانون التحكيم القديم كان هدفه السرعه، هدفه الايه؟ السرعه. جت محكمه الاستقرار العليا وقالت لك يا باشا السرعه واتخنقها وبوظها، تمام؟ ما المحكم غالبا هيقول لك انا سليم وانا تمام وانا كفاءه وهيقعد. قال لك لا احنا ندور على العداله، ندور على يلا. فجت محكمه الاستقرار العليا قالت لك الكلام ده باطل ومش منطقي على الاطلاق، عايز تقدم طلب لرد المحكم، انا برد مين؟ محكم. اروح اقدم الطلب امام القضاء العادي. القضاء العادي هو يقول المحكم ده يكمل ولا ما يكملش، يترد ولا ما يتردش، تمام؟ ده بعد صدور حكم الدستوريه. مهمة جدا 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 الحتة دي. يلا وكل اللي جاي عليها اسئلة على الحتة دي اصلا. بيقول لك ايه؟ احنا قلنا عند كام؟ 95 صح؟ In fact before the decision of the Supreme Constitutional Court قبل صدور الحكم، ركز هو قبل ولا بعد، ها؟ قبل صدور الحكم سنة 2000 من Supreme Constitutional Court ده legislator المشرع في القانون القديم قانون التحكيم، ها؟ كان بيقول ايه؟ كان was considering كان بيهتم ويعتني بايه؟ ولكن however the Supreme Constitutional Court relied more on a consideration. يبقى المشرع في الاول قال لك قدم، عايز ترد المحكم؟ قدم طلب للمحكم. يبقى كان هنا المشرع بيدور على ايه؟ السرعه efficiency. لكن لما جه القضاء قال لك لا انا يهمني العدل، يهمني يلا العدل. محكمه الاستقرار العليا قالت الكلام ده، محكمه الاستقرار العليا بتبص للسرعه ولا الاهم حاجه العدل؟ العدل. وبالتالي الاجابه هتبقى دي. لأن المشرع بيبص لمين يلا؟ لإفشنسي. أما القضاء بيبص لمين ومحكمة الإستقرار العليا بيبص لمين؟ جاستس. تعالى ماشي؟ يلا ذا ريباف ريكويست أجينست جادج، وركز كويس قوي. ممكن أرد محكم؟ آه. ممكن أرد القاضي؟ آه. تمام؟ طيب في الحالتين عشان أرد القاضي أو أرد المحكم بقدم طلب رد. ماشي؟ حلو. أنا بقى المرة دي بقول ريباف against or rebuff request against the judge which will lead to a case. الكيس هيحصل لها ايه بقى؟ automatic continue هتستمر عادي ولا continuation؟ انا مش برد محكم، انا برد القاضي، يعني انا هنا امام القضاء العادي في قضيه عاديه والقاضي مش عاجبني، تمام؟ ولا continuation ولا هتؤدي لاستئناف ولا automatic discontinue؟ automatic discontinue. يبقى لو انا امام القضاء العادي ارد قاضي، يعني انا مش بقدم طلب للقاضي، لا ده انا عايز ارد القاضي. يبقى هنا امام القضاء العادي فهقدم طلب لرد القاضي بتفاصيله اللي انتوا عارفينها. اول ما بقدم طلب لرد القاضي، مركز، اول ما بقدم طلب لرد القاضي ايه اللي بيحصل؟ دعوه بتقف لغايه ما نشوف القاضي ده هيكمل ولا مش هيكمل. ولذلك تلاقي القضاء العادي هنا بطيء، ودي صدر على فكره القضاء العادي، لانه في الاخر ممكن ما يتردش والموضوع يكمل، يبقى احنا عطلنا لايه؟ دعوه. فالقضاء عادي بيعطل لانه اهم حاجه عنده العدل حتى لو عطلنا. لذلك تلاقي قانون ملايين ثغرات. لكن التحكيم اهم حاجه فيه ايه؟ السرعه. بيقول لك حتى لو قدمت طلب رد المحكم، يلا طلب رد المحكم هيتقدم لمين؟ امام القضاء. هيقدمه امام القضاء العادي. طيب القضاء العادي هينظر المحكم ده كفاءه ولا مش كفاءه؟ محايد ولا مش محايد؟ مستقل ولا مش مستقل؟ صح كده؟ بس التحكيم لسه شغال مش هيقف، عشان اصلا التحكيم قايم على السرعه. ماشي؟ يبقى طلب رد المحكم ما بيوقفش التحكيم، بيكمل عادي. ده ريباف ريكويست يلا اجينست 97 المره دي ضد مين يا رجاله؟ ها اجينست اربيتريت ضد المحكم نفسه، عايز ارد المحكم نفسه. ساعتها بقى الاربيتريشن بروسيس ديسكونتينيوز هتقف ولا التحكيم شغال؟ يا شريط القضاء بينظر هو مستقل ولا مش مستقل؟ عادي كمل، ممكن يطلع في الاخر مستقل ويكمل، يبقى عطلنا على الفاضي، تمام؟ ولا الاجراء بتاع التحكيم كونتينيوز عادي؟ كونتينيوز لغايه ما يفصل في طلب الايه؟ الرد. جه القضاء وقال لك المعلم ده مستقل، يبقى احنا احسن كويس احنا ما وقفناش. قال لك بقى ان هو مش مستقل، يبقى ساعتها بقى وقف يا باشا والراجل ده اترد وما ينفعش يكمل اي اجراء، ولو كمل الاجراء بعدها تبقى بطل، تمام؟
98. If it was decided that the arbitrator wasn't independent. لو تم الحكم اهو هنا معناه فصلنا في طلب الرد. فصلنا بقى. وطلع ان هو not independent. Not impartial. Or ده او ده. واحدة واحدة. تمام؟ ساعتها the arbitrator has been rebuffed. ما هو طالما مش مستقل او مش محايد يبقى has been يلا rebuffed. تم رده. تم رد المحكم. ساعتها then everything منذ نفس التاريخ ها يلا will be considered valid. طب الحاجات اللي كان عملها يعني هو عمل اجراءات هو خلاص اتردد. بصوا يا شباب احنا امام سيناريو عشان بس ما تلخبطش تعرف التاريخ. احنا قدمنا الدعوه بدات في شهر 1 ماشي كده. قدمنا طلب الرد بتاع المحكم في شهر ايه 3. طلب الرد اتقدم الدعوه اشتغل ما اشتغلش كمل في شهر 4 شهر 5 شهر 6 كونتينيو عادي. جه في شهر 7 عامل القضاء العالي حكم ان المحكم ده لازم يترد. المحكم ده بلح تمام كده. يبقى ايه كل اللي هو عمله من الاول كان لم يكن يبقى تهد كله. طب ما ممكن نحكم ان هو مستقل. لو حكم ان هو مستقل يبقى ايه كمل. طب لو حكم ان هو غير مستقل او غير محايد وتم رده يبقى كل ما سبق كان لم يكن. تمام يبقى الاجابه هنا هتبقى سي اللي هو كل اللي ما صدر من المحكم will be considered as if it wasn't exist كان لم ايه يكن ماشي. خلاص احنا في اخر صفحه الحمد لله على السلامه. it is up to يلا by agreement. على فكره ممكن ارسل لكم الاجابات ما اسهل ده عندي يعني ماشي. بس انا حابب انا راجع لكم بطريقه الشرح وطريقه حل الاسئله. الفكره مش في الشرح لا بس براحتك يا باشا. اوعى يا باشا براحتك. خلاص نخلص يلا. It is up to لما اقول up to يعني by agreement يبقى بالايه يلا بالاتفاق. خلاص the disputed parties يعني حاجه بالاتفاق في الاطراف النزاع right to displace or exchange بنحاول انهم يغيروا او يبدلوا المحكم the arbitrator as if they see كما يروه ايه مناسبا as if they see after the start of the arbitration process. مع ان العمليه بدات بعد شهرين ثلاثه قال لك ما تيجي نغير الراجل ده. خد بالك انا ما قلتش لا مستقل ولا مش محايد. احنا بس عايزين ايه؟ نغيره. مش احنا اللي جايين بالاتفاق؟ يبقى ماشيين بالاتفاق، نغيره بالاتفاق عادي جدا. تمام؟ اذا ساعتها ذا ستارت ذا ارتيشن بروسيس ذات هي از نوت اكسبيرينسينج لان هو ما عندوش الخبره الايه؟ كافيه. يبقى هو مستقل؟ تمام. محايد؟ تمام. المشكله ان هو ايه؟ حمار، مش فاهم. او فاهم ومشانا شهرين وطلع بعد كده الموضوع تقيل عليه، خلاص؟ يبقى هو ما عندوش الاكسبيرينس. Where the parties هنا بقى حيث ان الاطراف من حقهم ان هم يعملوا يلا ها to disclose يعرضوا عن الاسباب الفاكتورز الكوز behind their decision. هل لازم obliged هم ملتزمين ولا may be obliged ولا can be obliged ولا are not obliged؟ يبقى نقول القاعده على بعض. احنا هنا المحكم مستقل، المحكم محايد ولكن احنا عايزين نغيره لانه عنده قله خبره. احنا شايفين كده. هنقول له بقى باشا معلش احنا هنغيرك عشان انت مش بتفهم انت حمار خلاص. ده باشا احنا هنغيره حتى بدون ابداء اسباب. احنا مش ملزمين ان احنا نعرفه. هو مش عاجبني يا باشا كفايه احنا عايزين حد ادفع منك. احنا حتى مش محتاجين نقول له الاسباب خلاص. يبقى احنا بنغير طالما ده تغيير ولا ده رد. ده تغيير ماشي بالاتفاق ما بين الطرفين النزاع. تمام. The arbitration commission has to issue a decision. خلاص هيئه التحكيم لابد ان هي تصدر قرار concerning بخصوص او بشان. تمام ايه لازم تصدر قرار بشان ايه in order to be ready to issue the final decision. يعني هم عايزين يصدروا الحكم النهائي لازم يعملوا حاجه الاول عشان بيبقوا جاهزين ان هم يصدروا الحكم النهائي. يعملوا حاجه كده بعدين يخشوا على المداوله يتناقشوا في المداوله بعدين يصدروا الايه الحكم. كانوا بيعملوا ايه اغلاق باب الايه المرافعه. يعني بعمل حاجه اسمها حجز الدعوه للحكم. اغلاق باب المرافعه يعني بعمل يلا حجز الدعوه للحكم. تمام ما عاد حد ينفع يقدم ورقه ولا حد ينفع يقدم مستندات. قفلنا الباب يا باشا رايحين نتداول ماشي. يبقى اذا لازم يصدروا قرار. ايه هو القرار ده بقى؟ اوبننج هيرنج دور هيفتحوا باب المرافعه بالعكس هيقفلوه. تمام ولا بريفنتنج ابيل بيمنعوا الاستئناف تمام لو مال ده خلاص ولا ري اوبننج ذا هيرنج دور هنعيد فتحه واحنا قفلناه عشان نعيد فتحه ولا كلوزنج ذا هيرنج دور كلوزنج ذا هيرنج دور. يبقى الاجابه هتبقى دي كلوزنج ذا هيرنج دور.
في القضية اللي بتتحجز للحكم ونبقى جاهزين بقى نتداول الأول عشان نحكم على طول. أنا هعصل deliberation بعد كده يلا حكم. That deliberation should be public ولا private ولا secret؟ secret. يعني ما بيحضرهاش أطراف النزاع القاضي العام إلا لو المحكمين شافوا إن هم ممكن يجيبوا أطراف النزاع يسمعوا رأيهم. خد بالك المداولة دي ممكن تقعد أيام شهور أسابيع حسب تعقيد الدعوة. ففي يوم كده قال لك ما تيجي نجيب الاثنين كده نسمع رأيهم في حاجة ممكن استثناء لكن القاضي العام المفروض يلا سرية تمام؟ although خلاص يبقى المداولة بتكون سرية although there is no article مع إن مفيش مادة ولا نص صريح بيقولوا الكلام ده تمام؟ في الـ arbitration law concerning this issue. طب أنت جبت الكلام ده منين؟ خلاص مش سوبر ماركو يلا جبته منين؟ من حاجة اسمها القواعد العامة أو المفاهيم العامة في القضاء أو أي فكرة تقاضي ماشي؟ يبقى however it is a matter related to يلا secondary principles موضوع فرعي كده ولا parties agreement يعني احنا هيبقى سريه بناء على اتفاق الاطراف ولا defendant needs ان هو يعني مش قادر يسمعهم وهما بيتداولوا ولا basic principles of litigation. يبقى كده كده المداوله بتكون سريه لان دي مفاهيم كده بالعقل والمنطق عشان يعرفوا يصدروا الحكم براحتهم مع ان مفيش نص ايه صريح. يبقى احنا هنا بنستند على المبادئ الاساسيه للتقاضي. المبادئ الاساسيه يلا اللي موجوده في اي تقاضي في العالم ايا كان نوعه سواء التقاضي الاصلي او التقاضي البديل المداوله بتكون سريه. برضه في القضاء العادي المداوله بتكون سرية. تمام؟ بعد كده 102 يلا the deliberation should be secret. علمنا على ممكن يجي يسألك في دي لوحدها اصلا ان الدليبريشن هيكون public ولا private ولا secret. علمنا على secret معلومة دي لوحدها ممكن تيجي سؤال بس من كتر ما بدهية يعني ما حطتهاش سؤال بس هي تيجي سؤال which is a matter اللي هي تعتبر مسألة خلاص يلا related to the arbitration agreement جاي بالاتفاق ولا unrelated to the public order ولا related to the public trade ولا related to the public order تتعلق بالنظام العام لان اصلا فكره الاجراءات لو انت بتفتكر المبادئ بتاعت الاجراءات فاكرين مبادئ الاجراءات مبادئ الاجراءات ايه فيها مساواه وحق الدفاع واصلا تتعلق بالنظام الايه العام مع انها مش مذكوره صراحه بس فكره الاجراءات دي اصلا مبنيه على النظام العام فهنا المساله تتعلق بالنظام الايه العام تمام. According to Article 43 Arbitration وفقا للمادة 43 من التحكيم وأركان المواد حفظ احتياطي عشان نبقى في الأمان 100% لأنه جابها قبل كده خلاص؟ وفقا للمادة 43 It is enough to get signature خلاص؟ of minority خد بالك تقدر تجاوب السؤال ده سواء أنت حافظ رقم المادة أو مش حافظه بس اقرا الإجابات بس ماشي؟ هل يكفي إن أنا آخد توقيع من الأقلية؟ طيب enough to get signature from majority خلاص اوف ركز majority of ايه parties هم الاطراف مش majority امرك التوقيع هم الدين خلاص لا majority of parties هل الاطراف هم اللي هيوقعوا الحكم لا برضه تمام ولا enough to get the signature of the majority of judges انا هنا عامل تحكيم مين اللي دخل الجادجز ولا enough to get the signature of majority بس majority of arbitrators اغلبيه مين؟ المحكمين. طيب اثنين وافقوا ووقعوا واحد رفض يوقع وقال لك لا انا مش عاجبني الحكم ممكن اه ممكن بس المهم الاغلبيات ايه؟ توقع عشان يصدر الحكم تمام؟ يبقى الاجابه هنا دي. اللي بعده 104 if there was no عشان في كذا majority مش اي majority لازم majority of arbitrators. الاجابه دي if there was no agreement مفيش اتفاق يعني absence of agreement on the final decision دي لسنا نتفق على التاريخ يصدر امتى الحكم؟ 12 شهر. مهم المعلومه دي جدا 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 والمعلومات اللي الدكتور قررها تيجي وموجوده كذا مره في الكتاب ومتقاله كذا مره في المحاضره ورغم بديهيتها لان هي موضع سؤال تمام؟ يبقى الاجابه دي by article 47 وفقا للماده 47 تحكيم A has to deposit a copy of the final decision في concerned court. الاصل ان احنا المفروض نروح للمحكمه الاداريه بتاعت المنصوره دي المحكمه المختصه تمام؟ بس احنا رجعنا لمين؟ للتحكيم بالاتفاق من حقنا صدر الحكم. مين بقى اللي لازم بعد ما القضيه خلصت وخد الحكم يروح يسيب منه نسخه في المحكمه المختصه؟ يعني خلاص هو كسب ومع ذلك لازم يروح يسيب منه نسخه في المحكمه المختصه. المدعي عليه ولا الكسبان ولا الخسران؟ كسبان. خد بالك ركز ممكن يكون كان المدعي عليه بس هو اللي كسب القضيه. انا يهمني مين اللي كسب. ماشي؟ يبقى الوينر اللي جابها تبقى يلا وينر ماشي؟ دي الاجابه دي 105 دي 106 يلا if the decision wasn't in Arabic ينفع؟ اه
ينفع احنا ممكن نغير اللغه اللي احنا عايزينها طيب باي لغه خلاص ممكن تبقى العربي ما فيش مشكله طب لو هو مش بالعربي الحكم طلب من نسخه بالانجليزي او هو النسخه الوحيده الانجليزي ماشي ساعتها it should be translated بالظبط يبقى بدون ترجمته تمام and certified واعتماده اي ترجمه كده هبقى قول لي by the credited body جهاز معتمد الجهاز المعتمد ده موجود فين في يو اس اي في طلخه ولا ministry of defense ولا وزاره الدفاع تمام ولا ministry of justice ministry of justice خلاص وزاره العدل مش اي ترجمه كده مش مركز شمال حبانيه زي ما قلنا لازم وزاره الايه العدل تمام